مشاهدينا مشاهدي الكارما في كل العالم، اهلا بكم ولقائنا المتجدد مع ما وراء الاحداث وحلقه الجمعه 18 مارس 2016. وبالامس طبعا كانت الذكرى الرابعه لمثلث الرحمات الراحل قداسه البابا شنوده، وبهذه المناسبه قام قداسه البابا توادروس بالاقامه او بترأس القداس الالهي للذكرى الرابعه في دير الانبا بشوي. وايضا تخلل هذا القداس رشامه العديد من الكهنه او رسامه كهنه جدد. قداسة البابا أيضا كانت له كلمة بهذه المناسبة، أعتقد ممكن نستمع لجزء من هذه الكلمة ونعيش ونفتكر. في هذا الصباح المبارك أيها الأحباء، تحل الذكرى الرابعة لنياحة المتنيح البابا الأنبا شنودة الثالث. في مثل هذا هنحاول نعالج مشكلة في الصوت حالا. وأعتقد مشاهدينا زي ما بنقول إن احنا في إطار شهر مارس، وكان في احتفالية معلم الأجيال، أيضا كنائس كثيرة تحتفل بهذه الذكرى الرابعة لرحيل مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة. فكان هناك أيضا احتفالية في الأقصر بحضور نيافة الأنبا يوسا الأسقف العام للأقصر، وعدد كبير من الآباء الكهنة وجموع من الشعب أقامت خدمة الشباب بإبرشية الأقصر احتفالية ضخمة أمس في ذكرى رحيل مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث. تضمنت الاحتفالية التي أقيمت بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر فقرات متنوعة، من بينها قصائد شعرية، ترانيم، كنتاتا بعنوان البابا المحب، والتي رصدت رحلة حياة الراحل قداسة البابا شنودة مثلث الرحمات، هذه الحياة المليئة بالحب والبذل والعطاء. وقام الشباب أيضا برسم صورة للبابا شنودة صاحب الذكرى أثناء الاحتفالية. أعتقد معنا الصور أيضا لهذه الصور اللي تم رسمها بهذه المناسبة في الحفلة اللي أقيم في الأقصر. أيضا كان هناك أيضا حديث بالنسبة لعائلة البابا شنودة تفتح خزائن أسرار البطريرك نجل شقيقه، بيقول لولا خلاف مع السادات لقتل معه في المنصة، ترهبا فجأة وانقطع لسنوات ورفض زيارتنا بعدما سكن مغارته بالجبل، فخورين برفض دخوله القدس دون المسلمين. ده كان يعني، وبرضو اليوم السابع كانت نزلت بعض الصور مع أسرة المتنيح قداسة البابا شنودة. يمكن ده برضو كان أعتقد تقرير من الآن تي في حول رحيل البابا شنودة الثالث والذكرى الرابعة، نراه معا. 4 أعوام مضت على وفاة أحد أبرز رموز الكنيسة الأرثوذكسية على مر تاريخها. إنه البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرجل الذي حمل الكنيسة طوال 40 عاما وكان قدوة للتعايش. البابا شنودة هو رابع أسقف أو مطران يتقلد مرتبة البابوية، وهو البابا رقم 117. اختير للجلوس على كرسي البابوية بعد وفاة قداسة البابا كريلس في 9 مارس من عام 1971 في مشهد جنائزي لن يغيب عن الأذهان. ودع المصريون والعالم أجمع قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه بمقر الكاتدرائية بالعباسية. كبار رجال الدولة وعدد من ممثلي دول العالم والشخصيات العامة الذين شاطروا المصريين هذا الحدث الجلل والمصاب الأليم حضروا إلى الكاتدرائية بالعباسية التي اصطف في أروقتها وخارج أسوارها مئات الآلاف من المصريين أقباط ومسلمين ليودعوا رمز الوحدة والسلام إلى مثواه الأخير. رحل عنا هذا الرجل الموقف والرمز، لتبقى بيننا مبادئه التي آمن بها طوال سني حياته المباركة. فليكن أكرم عزاء في رحيله استحضار تلك المبادئ والمواقف والتمسك بها وفاء له ولمصر التي أحبها قداسته. والجملة الشهيرة لقداسة البابا شنودة الراحل: مصر وطن يعيش فينا ليس وطن نعيش فيه. الحقيقة طبعا سنظل نذكر قداسة البابا شنودة المتنيح طول العمر، وزي ما ذكرت لحضراتكم مرارا وتكرارا الكنوز اللي تركها لينا قداسة البابا شنودة والتعاليم ستظل باقية وستظل تذكرنا بيه ولن ننساه أبدا. ومش بس ان احنا بنفتكره في ذكراه، ولكن طول الوقت فعلا فاكرين قداسة البابا الراحل البابا شنودة الثالث. في أيضا بهذه المناسبة ومرور على بعض أعوام
العام على رحيله، كان هناك احتفالية أقامتها دار سانت فلاديمير للنشر بأستراليا بالاشتراك مع دار نشر القديس أثناسيوس التابعة لكلية القديس أثناسيوس القبطية الأرثوذكسية اللاهوتية في دونفيل بأستراليا، حضرها نيافة الأنبا سوريال أسقف ملبورن، وتم إطلاق أول كتاب في سلسلة دراسات قبطية، وهو كتاب حياة التوبة والنقاوة لمثلث الرحمات الراحل البابا شنودة الثالث. شهد حفل التوقيع إلى جانب نيافة الأنبا سوريال القس جون بيير عميد سانت فلاديمير والقس أثناسيوس فرج كاهن كنيسة الأنبا أنتونيوس والأنبا مينا في إيست روزرفورد بنيو جيرسي، وجمع غفير امتلأ بهم المدرج الذي أقيم به الاحتفالية. دي طبعا كان أيضا صدور كتاب زي ما قلت لحضراتكم حياة التوبة والنقاوة. أيضا مشاهدينا، مشاركة للشعب السعودي، بننعي أيضا وفاة الأمير بندر بن سعود ابن عبد العزيز آل سعود الأزهر ومفتي الجمهورية، أيضا ينعيان الأمير بندر ابن عبد العزيز نعى الديوان الملكي الجمعة الأمير من خلال البيان جاء فيه انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس صاحب السمو الملكي الأمير بندر ابن سعود ابن عبد العزيز آل سعود خارج المملكة، وأيضا نعاه مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، وأيضا تقدم بخالص العزاء لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي الشقيق. الأمير بندر ابن عبد العزيز آل سعود هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور وترتيبه بين أخوته بعد الملك فهد مباشرة. والدته هي الأميرة بذة الثاني، ولم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة. عزائنا للشعب السعودي وللعاهل السعودي أيضا. أما بشأن الأحداث الحقيقة خلوني أبدأ من آخر حدث، وهو الحدث الأخير اللي يعني قبل ما مع حضراتكم يمكن بحوالي ساعة تم الإعلان من قبل إعلان رسمي من قبل بلجيكا بالقبض على صلاح عبد السلام اللي هو المتهم الرئيسي في الأحد في الهجمات اللي كانت 13 نوفمبر الهجمات اللي كانت على باريس. الحقيقة تم القبض عليه في بلجيكا وبالتحديد في مولنبيك. صلاح عبد السلام تم القبض عليه ومعه اثنين آخرين، كانت قوات بلجيكية وقوات فرنسية. بعد القبض عليه كان هناك مؤتمر صحفي للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، أعلن فيه عن نجاح العملية في القبض على صلاح عبد السلام. أعلن فيه أيضا أنه هيتم بلجيكا ستسلم صلاح عبد السلام إلى فرنسا. خلينا نشوف هذا التقرير عن آخر أحداث، وهو زي ما قلت لحضراتكم الحدث المهم القبض على صلاح عبد السلام المنفذ لهجمات باريس. بعد نحو 4 أشهر عاد اسم صلاح عبد السلام إلى الواجهة على وقع رصاصات أطلقت في بروكسل، المشتبه الرئيسي في هجمات باريس التي وقعت في نوفمبر الماضي. قالت الشرطة البلجيكية إنها اعتقلته مصابا برصاصاتها إنما حيا. حي مولنبيك في بروكسل يطوي صفحة أساسية من صفحات تحقيقات هجمات باريس الدموية. صلاح عبد السلام كان على رأس قائمة المطلوبين، فهو متهم بقيادة مجموعة من المسلحين الذين شاركوا مباشرة في شن هجمات باريس، وهو الصديق الأول لزعيم الخلية عبد الحميد أبا عود الذي قتل في مداهمة نفذتها الشرطة الفرنسية شمال العاصمة باريس بعد أيام من وقوع هجماتها والتي أودت حينها بحياة 130 شخصا. تمكن صلاح عبد السلام من العودة إلى بروكسل على الرغم من ملاحقة جميع أجهزة الأمن الأوروبية له، إلا أنه لم ينجح هذه المرة من الإفلات من قبضة الشرطة. ومسار خيط الوصول إليه بدأ قبل نحو أسبوع في حي فورست في بروكسل أيضا، حيث أعلنت الشرطة مداهمة شقة في الحي وعثورها على بصمات نسبت حينها إلى صلاح عبد السلام. مداهمة شقة حي فورست كشفت بالإضافة عن بصمات عبد السلام، عن أحزمة ناسفة مصنعة منزليا، وعن بنادق كلاشينكوف، وكمية كبيرة من الذخيرة وراية لتنظيم داعش. قتلت الشرطة خلال مداهمة شقة حي فورست محمد بالقائد، وهو مدرج على قائمة المطلوبين أيضا. عمليات بروكسل الأحدث تعيد خلط قوائم المطلوبين في هجمات باريس لصالح ضحايا تلك الليلة المشؤومة.
حينها حددت الشرطة الفرنسية هوية 5 انتحاريين، 3 منهم قيل انهم اقاموا لفترة طويلة في سوريا، من بينهم عمر اسماعيل مصطفاوي وسامي عممير، اللذين قتلا بالقرب من مسرح بتكلان في باريس. اما الفرنسي بلال حتفي وانتحاري اخر عثر على جواز سوري بالقرب من جثته باسم احمد محمد، فقد فجرا نفسهما بالقرب من ملعب دوفرانس. أما الانتحاري إبراهيم عبد السلام فقد فجر نفسه في بولفار شرقي باريس، وهو شقيق صلاح عبد السلام الذي كان منذ ذلك اليوم ملاحقا ليغدو اليوم. زي ما شفتوا مشاهدينا، ده كان أحدث خبر وأهم خبر بالنسبة لفرنسا، ولكن تم طرح السؤال هل بعد القبض على صلاح عبد السلام لن يكون هناك أي أخطار أو أي خطر على أوروبا أو على فرنسا من أعمال إرهابية أخرى؟ الحقيقة الرد كان لأ بالطبع، أنه صلاح عبد السلام هو من المتهمين بالنسبة للأعمال الإرهابية اللي حصلت في باريس في 13 نوفمبر، ولكن هذا لا يعني أن هناك خطر ما زال موجود، وخصوصا بعد دخول عدد كثير من اللاجئين وبوجود أيضا خلايا نائمة في العديد من الدول الأوروبية. وبذلك مش معنى القبض على صلاح عبد السلام إن ده معناه إزالة الخطر. إحنا كان لسه في خبر بيقول على السفارة الألمانية اللي تم إغلاقها في أنقرة بسبب إنه كان في تهديد جاء على العلم ألمانيا بإنه هناك خطر على السفارة الألمانية. وأيضا هناك كان برضو بعض الأقوال أو بعض الأخبار اللي تم تداولها انه برضه في احباط لعمليه ارهابيه كانت هتتم في المانيا، او انه برضه في تهديد لانه يحصل عمليه داخل المانيا. فبالتالي الموضوع لم ينتهي ولن ينتهي بالقبض على صلاح عبد السلام، ولكن الحقيقه مجهودات قويه بان هم تتبعوا زي ما سمعتوا برضه في التقرير اللي قادهم لصلاح عبد السلام، ان كان في بصمات في الشقه اللي كان تم مداهمتها من كام يوم وتم مقتل عنصر إرهابي فيها. فبالتالي هناك كانت يعني من ساعة الحادثة هو 13 نوفمبر إلى يومنا هذا كانت هناك جهود حثيثة، جهود كبيرة جدا عشان يتم القبض على هؤلاء الإرهابيين اللي نفذوا هذه الهجمات الدامية اللي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص في فرنسا. لو رحنا لمصر وعندنا برضو لسه الحقيقة الموضوع بالنسبة لمقتل روجيني، وأيضا الأخبار اللي بتقول أن المدعي العام الإيطالي ذكر أنه في علامات تعذيب روجيني أخطر كثيرا مما كشفت عنه مصر بعد ما تم تسليم الجثمان لإيطاليا وتم الكشف الطبي عليه من قبل الطب الشرعي في إيطاليا. لقوا أنه التعذيب اللي اتكتب عنه في تقرير الطب الشرعي في مصر ما كانش قايل كل العلامات التعذيب. كمان مكتب منظمة العفو الدولية بإيطاليا بيقول تصريحات السيسي حول روجيني غير حماسية، يعني هم شافوا ان هو مش زي ما هو اتقال كده، وقال ان احنا هيبقى في جهود عشان برضو الكشف عن منفذي القتل او عملية قتل روجيني، ولكن البعض حسها ان هي مش حماسية. والإخوان بقى للبرلمان الأوروبي ما هم بينتهزوا الفرصة، قالوا له سنتعاون لإدانة النظام بمقتل روجيني، وده كان عن طريق الأخ اللي اسمه حشمت اللي هو يعني لسه يعني باقي في العمل بالنسبة بقوة قوي بالنسبة لجماعة الإخوان. فقال إن احنا نسمن خطواتكم، ده خطوات البرلمان الأوروبي طبعا بعد ما أصدر إن هو بيتساءل عن مقتل روجيني. كان البرلمان الأوروبي لو تفتكروا الأسبوع الماضي بالتحديد كان برضو تقريبا مش فاكر على الجمعة، عموما كان ساعتها اتكلم انه البرلمان بيوصي بانه يكون في عقوبات لمصر، وبيتكلم عن الاختفاء القسري، بيتكلم عن قانون التظاهر اللي في مصر واللي بناء عليه كان في رد من الخارجية المصرية. وايضا البرلمان المصري كان رد كده رد يعني عن استحياء، يعني ما كناش يعني متوقعين انه يتأخر كل ده. وبعد كده برضو قالوا انهم هيعملوا وفد، هيكونوا وفد علشان يروح يقابل الاتحاد الاوروبي، بس لغاية دلوقتي مفيش اي حاجة يعني. هم في أجازة، ومنهم بقى اللي سافر دبي علشان يعني يشجع السياحة المصرية من خلال سفرية لدبي. المهم فالإخوان طبعا بتنتهز الفرص دي، فدلوقتي الإخوان بتقول للبرلمان الأوروبي إنهم بيسمنوا موقفهم وخطواتهم وقراراتهم بشأن إدانة الانتهاكات الصادرة عن النظام في مصر واللي كان من نتاجها قتل الشاب الباحث الإيطالي جوليو روجيني بعد تعرضه لعنف. بصوا تعبيرات برضو الإخوان، عنف حيواني غير إنساني. وبعد مرور قرابة شهر على هذا الحادث تعرض شاب ألماني أيضا للتعذيب على يد نفس أجهزة الشرطة في مصر حسب زعمه. وعرض حشمت على البرلمان الأوروبي التعاون في
إمداده بالتقارير الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان برلمان الإخوان وكافة المنظمات الحقوقية والتي توضح حجم الانتهاكات التي تمارس في مصر في لقاء يجمع وفد من الإخوان والبرلمان الأوروبي. زعم حشمت أن الرئيس الأسبق مرسي، هم معتبرين أنه هو يعني برضو خلاص مازال هو ده المعترف به، ورئيس مجلس الشعب الأسبق سعد الكتاتني والقائد الإخواني عصام العريان بالإضافة ل 176 نائب إخواني يتعرضون للاعتداء في السجون. من حقهم انهم ينتهزوا فرص الحقيقه يعني. لكن ولو برضو بهذه المناسبه احب اقول لحضراتكم انه تم انتشار في مقطع انتشر لكلام احمد الزند. هذا المقطع اللي انتشر بيقول هو ده السبب الحقيقي لاقالته، والمقطع ده كان بيتحدث فيه عن مقتل روجيني باختصار يعني. لو المقطع حتى مش معانا، هو كان مقطع صغير جدا لما بيساله حمدي رزق الوزير العام السابق دلوقتي احمد الزند، استاذ احمد الزند، وبيقول له ان بالنسبة للتقرير الطبي ومقتل روجيني، قال له احنا طلعنا التقرير وافي وشامل وزي ما انت عارف وزي ما كلنا عارفين وزي ما بيتم تداوله. الجملة دي طبعا ليها معنى ان هو بيشير ان مين اللي قتل روجيني، فبالتالي برضو دي بعض الاراء اللي بتقول، ومنهم كان اول حد اثار ده مصطفى الفقي كان بيقول ان هو ده السبب الحقيقي يا جماعه لاقاله الزند، وانه ليه تصريحات تانية بجانب طبعا القصه اللي كانت اثارت ردود افعال على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو انه قال انه هيسجن النبي. وبالتالي الوضع ده كده هنا زي ما قلت لحضراتكم محتاجين فعلا انه الاسراع في الاعلان عن من قتل الشاب روجيني علشان نقفل اي منفذ، اي جهة يدخل منه الاخوان، يدخل منه اي حد تاني، يكون رد برضو على البرلمان الاوروبي رد عملي بحيث الكشف عن مقتل الشاب الايطالي روجيني. حول ايضا الطائرة الروسية، كان في تقرير جه من سلطات التحقيق الروسية في حادث سقوط الطائرة الروسية، وتم الاعلان عن احالة هذا التقرير الى النيابة العامة. سيتم احالة هذا التقرير اللي جه من روسيا للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات في هذا الشأن، ولو اننا طبعا زي ما قلنا زي ما حضراتكم عارفين انه الموضوع كان الاعتراف، حتى الرئيس السيسي نفسه اعترف او قال كده في اطار احدى يعني احدى الكلمات له انه بالفعل الطائرة الروسية سقطت بفعل بعمل ارهابي. بناء عليه طبعا تم زي ما حضراتكم تعلمون برضو انه سيادة السفير سامح شكري وزير الخارجية كان في روسيا الايام دي وتقابل، كان له عدة لقاءات، وفي النهاية برضو بنقول ان هو كان عبر انه مش عايزين يكون في يعني تحميل مصر اكتر من طاقتها، وانه ده عمل ارهابي زي ما بيحصل في اي مكان اعمال ارهابية. وبناء عليه كان تم الكشف زي ما احنا كنا قلنا لحضراتكم سابقا، وكنا يعني لينا انفراد في ده، في انه السياحة الروسية ستعود في نهاية هذا الشهر شهر مارس على يوم 27 في الحدود دي. وبالطبع بالفعل كان تم الإعلان بشكل رسمي أنه السياحة الروسية ستعود إلى مصر وبقوة. أعتقد كل ده برضو بيشير أنه يعني دي كلها حاجات جميلة جدا. شركات سياحية سياحة روسية تعلن عن استئناف الرحلات إلى الغردقة مايو المقبل، ولكن هناك بعض الرحلات اللي زي ما قلت لحضراتكم هتيجي ان شاء الله في اخر هذا الشهر. السفير الالماني بالقاهره ايضا اعلن ان هناك 1 مليون سائح الماني يرغبون في زياره شرم الشيخ. كل دي تعتبر اعتقد يعني بوادر مهمة جدا، وكان في برضه تقارير ومن مطار شرم الشيخ عن وفود اتت من ايطاليا من ضمنهم كان في سياح روس. يعني ان شاء الله كده يعني بالرغم انه مش الموسم الرئيسي للسياحة، احنا عارفين موسم السياحة في شرم والغردقة بيكون دايما في فترة الشتاء، ولكن نأمل برضه انه السياحة اللي هتعود في هذه الفترة الى حد ما نحاول بيها ان احنا يعني يكون في ان شاء الله نهضة في مشكلة او يعني حل المشاكل السياحة اللي احنا بنواجهها، و برضو نتج عنها طبعا مشكلة الدولار. في كمان رئيس الوزراء يتلقى تقرير بشأن معدلات تنفيذ اتفاقات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ. ايه اللي فكرهم بالمؤتمر الاقتصادي مشاهدينا؟ لانه مر عام تقريبا على هذا المؤتمر. تلقى رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل تقرير من وزير الاستثمار شري اشرف سلمان بشأن معدلات تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس من العام الماضي. تضمن التقرير بدء تنفيذ 4 اتفاقيات في قطاع البترول بقيمة 21 مليار دولار في مجالات اكتشافات غاز جديدة ومشروعات التنمية، بالإضافة إلى بدء مشروعات جديدة لشركة بريتش بتروليوم بمناطق شمال وغرب الدلتا والسويس. كما تضمن البدء في تنفيذ 4 اتفاقيات
بقيمة 9 مليارات و46 مليون دولار في قطاع الكهرباء، كما تم البدء في تنفيذ اتفاقية في قطاع النقل بقيمة 415 مليون دولار. ويمكن انتوا شايفين ده مشاهد من التقرير اللي كان، او يعني مشاهد من اللقطات أرشيفية للمؤتمر اللي مر عليه عام الآن. فده بالنسبة حضراتكم للتقرير اللي تسلمه رئيس الوزراء شريف إسماعيل من وزير الاستثمار أشرف سلمان بشأن بعد مرور عام ما الذي تم تنفيذه بالنسبة للمؤتمر الاقتصادي. أنا قريت كل الكلام ده، بس الحقيقة احنا ما شفناش برضو حاجة قوية، ولكن يعني زي ما قلنا في لسه أمور ما اتحلتش لغاية دلوقتي، اللي من أهمها نظام الشباك الواحد اللي بنسمع عنه من سنين ولغاية دلوقتي ما اتحلش هذا الأمر. فيمكن ده اللي احنا بنتمنى إنه يعني يصدر بيه قرارات عاجلة، وبناء عليه ممكن بقى نقدر نلمس ونشوف مشروعات اقتصادية، إذا كانت سواء كانت نتيجة لهذا المؤتمر اللي من عام، أو سواء كانت برضو ل يعني يعني زي ما بنقول من شأنها كده إن هي تعمل قفزة شوية في الاقتصاد المصري، يعني نأمل بده. ايضا رئيس الوزراء في اطار جولات كثيره كانت الفتره اللي فاتت التقى فيها نواب من البرلمان في اماكن متعدده، وكل ده عشان برنامج الحكومه اللي هيتم عرضه يوم 27 مارس، التقى رئيس الوزراء رؤساء الهيئات البرلمانيه، واكد انه هيتم اجراء تعديل وزاري. المستشار بهاء ابو شقه رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب الوفد قال ان رئيس الوزراء مهندس شريف اسماعيل أوضح خلال اجتماعه مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب أن هناك تعديل وزاري، وهذا التعديل محدود سيتم خلال الفترة القادمة. علق أيضا على مدى تأثير التعديل الوزاري على حجم رضا البرلمان عن الحكومة ومنحها الثقة، وقال المستشار بهاء أبو شقة أن ما يهمهم في المقام الأول هو برنامج الحكومة، لأن البرنامج هو الذي يمثل العلاقة التعاقدية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، بحيث أنه إن لم ينفذ البرنامج تتم محاسبة الحكومة. وشدد بهاء أبو شقة على أن البرنامج الذي ستقدمه الحكومة هو الأساس. ده يعني لقطات من هذا الاجتماع اللي جمع ما بين رئيس الوزراء ورؤساء الهيئات البرلمانية. لسه برضو مازال الكلام بالنسبة لدستورية وعدم دستورية، زي ما قلت لحضراتكم الحلقة اللي فاتت بفكركم برضو الدنيا مثارة برضو، ان في هنا نقطة كان المفروض ان اللي يتم اعلان رسمي من قبل رئيس الجمهورية على عن الحكومة دي، وانها برئاسة شريف اسماعيل، يعني كان لازم يبقى في قرار رسمي، وان الحكومة دي حكومة تسيير اعمال لحين عرض برنامجها على البرلمان، واللي اتقال برضو ان كان مفروض برضو دستوريا، ودي مادة ده واضحه ما فيهاش كلام، ان كان من على مدى بتهيألي 30 او 60 يوم من انعقاد البرلمان، من بدء انعقاد البرلمان، واحنا عدينا الفتره دي. وبالتالي ولكن برضو زي ما ابراهيم عيسى كان قال في اخر الحلقه اللي سمعتها له، يعني ان هو احنا في حاجات كده بتلاقي ان هي ممكن تبص تلاقي انك انت ايه المفروض انها تتمشى مع الدستور، بس تلاقي ان في اتجاه عام كده يخليها ايه يخليك تنسى، يخليك مش مشكله خالص ان هي مد مش ماشيه او ان في مخالفه لماده دستوريه وتعدي، الا اذا بقى حد طعن او ما طعنش او نشوف بقى. ولكن في اغلب الاحيان حاجات كتير بتتم ضد الدستور وبتلاقيها مشيت وبتلاقيها عدت وبتلاقي الاعلام سكت عليها وبتلاقي محدش اتكلم عليها، ودي من ضمنها، يعني دي حاجه من ضمن الامور دي كلها. الحاجه الثانيه اللي اثرها برضو عجبتني قوي انه موضوع برضو في ماده في الدستور بتنص على انه لو تم رفض الحقوق رفض البرلمان لاي قانون من القرارات اللي كانت صدرت قبل انشاء البرلمان، المفروض ان ما يتمش تقديمها مره ثانيه في نفس اللي هي الفتره الاولانيه دي. يعني انتوا عارفين ان البرلمان ليه فترات، فالمفروض الفتره دي ما يتمش عرض، هو البرلمان رفض ايه؟ رفض قانون الخدمه المدنيه، فمش مفروض ان يتم عرضه مره ثانيه. بس برضو قال لك انه حصلت شويه حاجات، واتقال لك يا جماعه اصل لا ده ما كانش قرار بقانون، ده كان مش عارف عرض ايه، ومشوها برضو على اعتبار انه كان مفروض في الفتره دي اللي هي فتره الانعقاد اللي هي الاولى دي يعني الفتره البرلمانيه دي ما كانش يتم في عرض القرار ده تاني خالص، ولا القانون ده تاني قانون الخدمه المدنيه، لكن نظرا لانه برضو في حاجات كده بتعدي فبرضه ده عدى، وزي ما حضراتكم سمعتوا تم طرحه، وبرضه المفروض كان يقف العمل بيه، لا ما وقفش العمل بيه. كل القصص اللي ليها علاقة بموضوع الخدمة
المدنيه. عندنا ايضا الدكتور علي عبد العال بيترأس الوفد البرلماني المشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي بزامبيا، وده هيكون ان شاء الله المفروض اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها غدا في زامبيا، تستمر حتى 22 من الشهر الجاري. بالنسبة برضو لعندنا كده مبعوث الأممي مارتن كابلر يبدأ زيارة إلى القاهرة، يتلقى خلالها عدد من عفوا يلتقي خلالها عدد من المسؤولين لبحث تطورات الأوضاع على الساحة الليبية. احنا عندنا برضو موضوع الأزمة الليبية مشاهدينا طلعت تاني على الساحة الحقيقة، يعني المبعوث الأممي مارتن كابلر هيبدأ زيارة للقاهرة تستغرق 4 أيام، حيث من المقرر أن يلتقي عددا من المسؤولين في مصر لبحث تطورات الأوضاع على الساحة الليبية. مجلس الأمن الدولي جدد مؤخرا دعمه لجهود المبعوث الأممي مارتن كابلر وبعثة الأمم المتحدة، وأثنى على جهودهم في قيادة العملية السياسية بين الأطراف الليبية. حكومة السراج، المفروض الحكومة المؤقتة اللي تم الإعلان عنها في ليبيا، اتضح ان محدش لم يتم الموافقه عليها بالاجماع من البرلمان، هم 100 نائب برلماني وافقوا عليها. وبعدين هو قال ان هو يعني هو كان في الخارج وقال ان هو هيعود الى طرابلس علشان يبتدي يمارس اعمال الحكومه الجديده. راح طلعت على السطح بقى اعتراضات، وانت واتقال برضو انه هو هيكون في حمايه الجيش، فتقال له بقى انهي جيش فيهم، احنا الدنيا برضو حتى بالنسبه للجيش منقسمه، يعني ايه الحكومه دي ما هياش حكومه وفاق، الحكومه دي عليها اعتراض، الاعضاء بتوع البرلمان المية دول فين هم؟ يجوا المفروض للبرلمان ويعلنوا عن انفسهم، لا ده في ناس بتقول ان في تزوير في الاسماء او في الامضاءات، لا مش دول اللي هم مضوا، وهناك ما زال الخلاف على موضوع الحكومه الوفاق الوطني، لان زي ما قلت لحضراتكم لما برضو سمعت ان يعني احنا سمعنا كذا مره وراحت للبرلمان واترفضت وبعدين اتغيرت تاني، برضو الكلام اللي بيتقال من المعارضين لهذه الحكومه هم مين الوزراء اللي في الحكومه دي؟ احنا ما نعرفش عنهم حاجه، ما نعرفش تاريخهم، وبناء عليه سيظل الوضع في ليبيا وضع صعب، وضع حرج، أزمة ستظل قائمة، لأن زي بقول لحضراتكم إلى الآن لم يتم يعني الحكومة دي ما قامتش بأعمالها. دلوقتي إن هو سراج بيقول إن هو رايح علشان يبتدي يمارس أعمال الحكومة، في عراقيل واقفة قصاده، وبناء عليه أعتقد إن الموضوع ده بالنسبة للشأن الليبي ده هنستمر فيه كده شوية. ولو عندنا برضو لو في تقرير معانا في يعني في هذا الأمر ممكن يتعرض معانا في النص التاني من الحلقة. عندنا برضو خبر الحياة كان يعني تم التعليق عليه بشكل كبير جدا وأثار ردود أفعال غاضبة، الإفراج عن الزواهري ووصل إلى منزله بعد إخلاء سبيله من سجن العقرب. وخلوا بالكم كان في برضو الفترة اللي فاتت كان تم الإعلان عن إن في عناصر من حماس وبالتحديد الزهار ومعه وفد كانوا جم وتقابلوا مع ناس في النصر، واتقال ان في اتفاقيه تمت. ايه هي بقى الاتفاقيه اللي تمت ما بين بعض المسؤولين في مصر اللي ما تمش الاعلان عنهم من مخابرات، وايه اللي تم ما بينهم وما بين حماس؟ وهو احنا مش لسه عالمين ان حماس هي اللي كانت ورا اللي كان بيتدربوا عندها الشباب اللي كان اللي بيدرس في الازهر، اللي برضو عباس شومان قال لك يا جماعه مناهج الازهر بعد ما بحثوها ما فيهاش اي حاجه خالص تدعي للارهاب ولا تعمل ارهابيين، وكل اللي عملوه فصلوا الشباب ده، دي بس جمله اعتراضيه. نرجع بقى لحماس، وزير الداخليه اعلن عن انه حماس متورطه بشكل رسمي في عمليه اغتيال النائب العام بركات، هشام بركات. اذا ايه اللي يحصل بقى وايه اللي بيحصل وليه تم المقابله دي وليه ما تمش محدش اتكلم عنها قوي في الاعلام المصري وعدت كده؟ وبعدين برضو مثلا في ناس قالت لك اصل هم كانوا متفقين معاهم ان هم ممكن يكون ليهم سيطره على الارهاب، فوجئنا بالامس بعمل ارهابي حصل في مصر، عمل كبير وماتوا 5، كان في بعض الناس بتقول 10 واصيب 10 ايضا. طيب العمل الارهابي ده بقذيفه هاون نزلت على مستودع ذخيره، يبقى معنى كده ان لو انت كنت بتتكلم مع حماس علشان تحميك من الارهاب او عشان هم عندهم سيطرة على الارهاب، لا لما جه بقى الافراج عن الزواهري بدأت كلام بقى تاني يتقال، هو يا ترى في اتفاقية مثلا انه يتم الافراج عن الزواهري وفاكرين اللي هم الضباط المختفيين او اللي كانوا مخطوفين؟ وهل مثلا هنسمع اخبار انه هيتم يعني دلوقتي تم اخلاء سبيل الزواهري ومثلا ممكن نلاقي الناس اللي كانوا مخطوفين من فترة هيرجعوا مثلا؟
هل ايه اللي حاصل؟ يعني انا بقول لحضراتكم دي مش معلومات، دي كلها تكهنات، تحاليل، ناس بتتكلم بانه في حاجه بالنسبه للاتفاق مع حماس انه يجي بعديها عمل ارهابي، انه يجي برضو الافراج عن الظواهري، كل دي طبعا حاجات برضو ناس من التعليقات على الجانب بقى التاني، رواد التواصل، موقع التواصل الاجتماعي، اديكم شفتوا لا صورتين اتعمل ولا اي حاجه، ما تستغربوش لو تم الافراج عن مرسي وعن عصابه الاخوان، ما تستغربوش من اي حاجه، هو ايه اللي بيحصل الكلام ده كله. وبناء يعني ده بس كده على اساس القي لحضراتكم الضوء على هذا الحدث او هذا الخبر، واللي هو زي ما قلت لكم اثار ردود فعل كبيره قوي. بمناسبه برضو ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا عيد الام 21 مارس، كل سنه وكل ام طيبه وبخير، عيد الام المصري. بنلاقي بقى ايه، لقينا على السطح كده طلع تصريح لمحافظ السويس. محافظ السويس قال لنا انه يا جماعه الأم مثقفة جدا. عارفين ليه مثقفة؟ الأم المصرية مثقفة لأنها كانت بالإمكانيات البسيطة وبتخترع وجبات أكل صحية لأولادها. الوجبات الأكل دي المسقعة والبيض بالحمص، لغاية دلوقتي مش عارفة إيه هو البيض بالحمص الحقيقة، يعني مشاهدينا لغاية دلوقتي أنا نفسي حد يعرف ويقول لي، أنا ما سمعتش على البيض بالحمص، يعني ناس كتيرة قالت لك يعني سمعنا على البيض بالعجوة مثلا، البيض بأي حاجة تاني، البيض بالجبنة، لكن إيه البيض بالحمص دي؟ ما علينا، وإلا ما تبقاش أم مثقفة. اتضح بقى إن محافظ السويس ده مش أول تصريح ليه، ده ليه تصريحات كتير أثارت الغضب وأثارت ردود فعل كتير قوي، من ضمنها التصريح اللي هو قاعد بهذا الشكل بقى مع زي ما انتم شايفين جامع كده حواليه ناس وبيتكلم بكل ثقة وإنه على علم شديد جدا وبيقول كلام يعني علمي معملي فز يعني. فبيقول لهم إيه؟ بيقول لهم إن إحنا مصر رياح شمالية غربية، عندنا رياح شمالية غربية. رياح شمالية الغربية دي يا جماعة مهمة قوي، ليه؟ لو اليهود فكروا إنهم يضربوا علينا أي حاجة هترجع لهم تاني. نسمع مع بعض يعني الجزء ده وليه تصريحات تانية هقول لكم يعني بعد. طبعا هو تصريح موضوع الأم المثقفة ده والمسقعة والبيض بالحمص ما تنسوهاش، واللي عارف البيض بالحمص يبقى يبعت لي إيه هو البيض بالحمص على مواقع التواصل الاجتماعي عشان برضه أبقى أم مثقفة أحسن، أنا كده حاسة إن أنا مش أم مثقفة. فأثارت بقى الدنيا دي كل التصريحات بتاعته الماضية اللي فاتت دي كلها على مدى شهور، يعني ده تقريبا كان في يناير تقريبا يعني. فخلونا نسمع بيقول إيه بقى، وزي ما أنتم شايفين الثقة اللي بيتحدث بيها، وهو على فكرة لواء سابق من الجيش. فاكر المؤتمرات دي لو كانت لصالحنا احنا كان عملوها اصلا، لو كانت صلاحهم بقى صح، لكن هم حسوا بالخطر. البحر بقى حنين، البحر حنين علينا، اما المحيط اما يهيج اما يزيد يبقى الخطر عندهم اكتر. احنا عندنا الرياح بتاعتنا شماليه غربيه، وبعدين بقى يقول لك حافظ مصر، تعرفوا حافظ مصر ايه؟ حافظ مصر بالموقع، حافظ مصر ان دي شماليه غربيه. شماليه غربيه يعني لو اليهود او الجانب الاخر ضرب حاجه تروح عليه هو. معايا بتشتري الكلاب تبقى متصدر. رحت منديله، امال ايه؟ رحت مدي بي سي والله كده، رحت مايله تعالى تليفونك مقدم بتاع المراكب تليفونك تشتغلوا، الفلوس دي مكافاه للرجاله بتاعتك، يعني انت بيع وخد الفلوس ليك انت والرجاله. فانا ممكن فعلا انت عارف رئيس الجيش ايه؟ الجيش عامل لي موقف، قلت له يا عم انت حرام عليك، حرام عليك، ابعت لك الست بتوعي شوف انا بتصدر للجيش. ويدي مكافاه، ويدي مكافاه. بتصدر لهم كلاب يا فندم؟ لا بتصدرهم كلاب. لو ريت بورسعيد هتصل المحافظ قال لك هنخلص الكلاب اللي عندك. الرجاله السته دول ايه؟ هتلاقيهم بقى حاجه طراز فريد. يعني احنا بقينا نصدر كلاب في السويس؟ ايه؟ كلاب هم هنا تصريحين مختلفين في موقعين مختلفين. التصريح الاولاني طبعا بتاع كان بيتحدث عن البحر والمحيط، البحر حنين علينا لكن المحيط وحش بقى على الناس الوحشين بتوع الغرب، المحيط لو هاج عليهم الدنيا هتتقلب بقى. شفتوا شوف ربنا، وان الرياح الشماليه الغربيه برضو دي حاجه من ميزات ربنا علينا في مصر، انه لو اليهود حبوا يبعتوا حاجه هترجع لهم هم، هتأذيهم هم، هتموتهم هم، لكن المصريين لا. التصريح التاني بقى ده العبقري جدا الاخير اللي سمعتوه حضراتكم عن موضوع الكلاب، الكلاب الضاله، قال لك احنا هنلم الكلاب الضاله ونصدرها بره ونبيعها علشان برضو نجيب عمله صعبه لمصر، يعني ده من ضمن التصريحات. فاحنا عندنا كده ثلاث تصريحات الحقيقه يعني منتهى العبقرية، يعني إذا كانت الأم والمسقعة، وأنا بصراحة عجباني قوي حكاية الأم دي، لأن كده الأم المثقفة هي اللي قدرت إن هي
اخترعت المسقعه والبيض بالحمص وتتحدى دائما الظروف الصعبه، وده اللي قاله اللواء احمد الهيتمي محافظ السويس. اضاف خلال كلمته بالمجلس القومي للمراه انه بنحيي الام المصريه اللي بتتحدى الظروف والحفاظ من اجل الحفاظ على ابنائها واسرتها ووطنها. بعد هذا الحديث زي ما قلت لحضراتكم وهذا التصريح الناس كتبت هو ما بيحرمش، هو ناسي التصريحات اللي فاتت، ومن هنا بدأت بقى على السطح التصريحات زي ما عرضنا على حضراتكم موضوع اليهود والرياح الشمالية الغربية وموضوع كمان سنصدر الكلاب. هو ايه اللي بيحصل من المحافظين اليومين دول؟ بفكركم بمحافظ المنيا اللي كان لقى البيضة او اللي كان بيعظم البيضة اللي احنا مش عارفين مصيرها دلوقتي، يا ترى ايه؟ يا ترى البيضة دي حطوها في معرض ولا عملوا فيها ايه اللي عليها لفظ الجلالة؟ ومحافظ المنيا بنفسه جابوها له في العلبة البرتقاني، علبة بقى يعني انا عايز اعرف هل دي موجودة في محافظة المنيا دلوقتي مثلا كحرز او كيعني انه حاجة بقى عظيمة وان مش هتعمل اي ريحة ولا تعمل اي حاجة بعد كده وهيتم حفظها في هذه العلبة في مكتب سيادة محافظ المنيا؟ نيجي بقى كمان لحضراتكم رئيس المدينة في بني سويف لقى ايه؟ لقيناه ماسك حتة لحمة وعليها برضو لفظ الجلالة الله، يا سلام. وبرضو عاملين موضوع يعني قطعة اللحم دي جذبت المحافظ سرور سعد رئيس اللي هو بالنسبة لأهناسيا جنوب غرب مدينة جنوب غرب بني سويف مركز أهناسيا، فلفتت نظره وراح بقى اتصور معاها وقال اثناء تفقدي فرع الشركه المصريه للسلع الغذائيه بالمركز اللي هو اهناسيا وجنوب غرب بني سويف وبمتابعتي لقسم اللحوم واثناء تقطيع الجزار لها داخل الفرع فوجئنا بلفظ الجلاله على القطعه، كل من قطع قطعه لحم امامنا يظهر عليها لفظ الجلاله لتتبين قدره الله. وتابع رئيس مدينة أهناسيا ظهور لفظ الجلالة داخل قطعة اللحم رسالة للبشر مفادها أن ربنا موجود في كل حاجة لعلكم تتعظون. هل هسترجع كلام خالد منتصر لما كان رد عليهم قبل ما تظهر موضوع اللحم على موضوع لفظ الجلالة اللي على البيضة؟ هو جماعة ربنا محتاج أن يعلن عن نفسه، كفاية تبص لنفسك في المراية عشان تعرف أن ربنا موجود، كفاية تبص لكل حاجة والإعجاز، حتى بص لريش الطاووس شكله إيه، بص للطبيعة الجميلة، بص للجبال وإزاي بيطلع عليها برضو مثلا زروع زرع أخضر منتهى الجمال، بص لحاجات كتير قوي حواليك. هو ربنا محتاج عشان يعلن عن نفسه أن هو يبقى فيه لفظ الجلالة على بيضة ولا على حتة لحم؟ برضو السؤال، طب الحتة اللحمة دي يا ترى ايه بقى الفتوى اللي فيها؟ يا ترى هناكلها ولا هتتسلق ولا هتتحط برضو في معرض؟ دي عليها لفظ الجلالة يا جماعة. وطبعا قبل كده بطاطساية يعني مش معقول اللي بيحصل ده، مش معقول. وليه المحافظين ليه بيقولوا هذه التصريحات وقاعد بيتكلم مع الناس بشكل محافظ السويس الهيتمي ايه ده بيتكلم بكل ثقة كده؟ في ايه يا جماعة؟ يعني تتوقعوا ان لو احنا عندنا مسؤولين بيفكروا بهذا الشكل، ما بال بقى الشعب، عامة الشعب وما بال الناس وايه المقاييس؟ يعني برضو زي ما تم طرح، انت النهاردة لما بتقول ان انت كحكومة هتبتدي تعمل تغيير وتعديل وزاري بناء على ايه؟ هل في مقاييس بتختار بيها الوزراء؟ هل في مقاييس بتختار بيها المحافظين؟ هل في مقاييس بتختار بيها رؤساء مجالس المحليات؟ ايه المقاييس اللي محطوطه؟ ايه المقاييس اللي احنا كلنا المفروض نعرفها؟ بتختارهم بناء على ايه؟ كل شويه نلاقي محافظ يعلق لنا تعليق يعني اسوأ من اللي قبله، ونلاقي برضو وزراء وزاره التربيه والتعليم دي كمان بالذات، يعني ربنا يعني مش فاهمه بيختاروهم برضو على اي اساس؟ كل ده يا ترى ما يطرحش عليكم برضو التساؤل بتاع انه هو الموضوع موضوع ثورة وثورة 25 يناير وثورة 30، ولا الموضوع انك ثورة في الشعب، ثورة في الفكر بدءا من المسؤولين، بدءا من انك انت كحكومة تحط مقاييس واضحة ومقاييس عالية ومقاييس قوية عشان تختار بيها الناس اللي بتشتغل معاك من وزراء ومحافظين؟ اعتقد ان هو ده اللي هيغير مصر، مش القصص بتاعت الثورات ولا الكلام ده. دينا شفنا ثورتين وكل اللي حاصل وايه الوضع اللي حاصل في مصر. فيعني ده بس كده عشان برضو حضراتكم تبقوا عارفين اللي بيحصل على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتوا عندكم دلوقتي الام الجميله المثقفه، الام اللي ما تعرفش ايه هو البيض بالحمص، دي ام مش مثقفه زي حالاتي عشان انا ما اعرفوش. المسقعه بتاعي كلنا عارفينها، والرياح الشماليه الغربيه، والكلاب اللي هنصدرها، وحته اللحمه اللي عليها لفظ الجلاله، والبيضه اللي عليها لفظ الجلاله. يا جماعه كل دي حاجات يعني قويه جدا الحقيقه، يعني اتمنى ان حضراتكم ما تنسوهاش ابدا. يعني
عايزه اقول لكم برضو حاجه جميله كده، في بمناسبه عيد الام، خلينا نكمل عيد الام برضو. في داعيه سلفي قال لك ان الاحتفال بعيد الام هو تقليد للغرب، فيه تعدي على الامومه. ده مش التقليد اللي الاسلام قال لنا عليه، ليس ضمن اعيادنا الدينيه او العربيه او المصريه. وده كان من خلال مداخله هاتفيه، ده اسمه الشيخ سامح عبد الحميد، داعيه سلفي، في خلال مداخله هاتفيه مع الاعلامي ممتاز القط في برنامج حصري مع ممتاز اللي بيذاع على قناة العاصمة. قال بقى التصريح بتاعه ده، أنا مش عايزة أعرضه بصراحة، بس يعني بقول لحضراتكم اتفضلوا على الناس بتفكر إزاي. دي الناس اللي مش عايزة أي حاجة حلوة، ده حتى الجنة تحت أقدام الأمهات، ولا إيه رأيه؟ يعني حتى مكتوبة كده يعني الآية دي. فأنت النهاردة بتتكلم في إيه؟ بتتكلم في إن أنت لما يكون في عيد أم بتقدر فيه الأم اللي تعبت، لما بيكون في الدولة وبتختار الأمهات المثاليات، كل ده ضد الدين. طب ليه ضد الدين؟ ليه كل حاجة حلوة بتعتبروها ضد الدين؟ ليه كل حاجة جميلة عايزين نوقف الاحتفال بيها؟ دي بقى فيها ايه يعني؟ فيها ايه يعني؟ لما اتكلمتوا على الاحتفالات المسيحية قلنا ماشي، طب خلاص انتوا مش معترفين بالديانة المسيحية، ما علينا، رغم ان شيخ الازهر في المانيا بيعترف بيها، لكن ما علينا. لكن لما نيجي على عيد ام جميل، انت نفسك هو كشخص يعني مش مقدر امه، مش مقدر والدته، مش مقدر اللي عملته، يعني مش ده طبعا نابع من الفكر اللي هو المرأة أقل، والمرأة في مستوى إيه، والمرأة أصلها بتستخدم لإيه. بس مفيش داعي إن أنا أقول. أختم الفقرة بقى دي اللي إحنا يعني شفنا بيها الحاجات الغريبة دي بفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر برضه على اليوتيوب، وقال لك شوفوا الشعب المصري بجبروته. الشعب المصري قدر يقنع الحمار انه حصان وينط من على الحواجز. خلينا نشوف كده، لان في تعليق مع الفيديو ده بيتكلم فيه عن ايه اللي خلى، او يعني ليه اكتشف ازاي الموهبة دي في الحمار. هو الموضوع جه صدفة يعني، هو كان راكب الحمار ايه، فقلنا نجربها كده، عملنا حاجز وهم والاناء استجابت يعني. انا فعملناها مرة واثنين وثلاثة واربعة. عشان برضو يعني دي فقرة كوميدية كده جميلة جمعنا لكم فيها شوية حاجات كده حصل على موقع التواصل الاجتماعي، لاني بحب برضو مشاهدين ما وراء الاحداث يكونوا معايا في الصورة. في بقى لو رجعنا للاخبار التانية الحقيقة، موضوع سفر احمد الزند، عشان انا برضو من الناس الحقاقا للحق يعني كان تم الاعلان في بعض التصريحات، ويعني فجر السعيد كانت بتقول انها التقت احمد الزند في الامارات، وهو بيقول ان هو رايح لمناسبه اسريه وانه هيعود، وانه مش احمد الزند اللي يهرب من مصر. هنشوف، ومنتظرين عوده احمد الزند، وعشان زي ما بقول لحضراتكم لانه اتقال ساعتها يعني ان هو خلاص خرج زيه زي احمد شفيق. نيجي بقى، مرتضى منصور اطلق اسم الزند على مكتبه النادي الجديده. قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انه تم اطلاق اسم المستشار احمد الزند وزير العدل السابق على المكتبه الجديده اللي تم انشاؤها في القلعه البيضاء. واضاف مرتضى في تصريحات خاصه انه بيرفض تغيير اسم القاعه التي تم اطلاق اسم المستشار الزند عليها، القاعه مخصصه للقراءه وكذلك لمن يرغب في المذاكره داخل النادي وان يباشر عمله عبر الانترنت. برضه انا بقول لحضراتكم الخبر ليه، في بعض كده بيتداول البعض انه مرتضى منصور كان مسنود من احمد الزند، فبعد رحيل او بعد اقاله احمد الزند، يا ترى هيكون ايه الموقف مع مرتضى منصور؟ بس احنا عارفين طبعا الدنيا والحرب اللي كانت قايمه ما بين مرتضى منصور وعمرو اديب، والدنيا ماشيه ازاي برضو، ومطالبه الاعضاء ومنهم طبعا العضو عبد المنعم اللي طالب بانه هو يتم تمثلا بتوفيق عكاشه بانه يتم عزله من البرلمان. فاحنا هنشوف برضو الفترة اللي جاية ترى فعلا هيكون فيه الاجراءات ايه بعد عودة البرلمان بالنسبة لمرتضى منصور. كان في انقطاع المية من مناطق بالقاهرة لمدة 7 ساعات بسبب تحويل مسار خط رئيسي، أأمل ان تكون عدت على خير. الكلام ده كان لا ده هم بيعلنوا عنها السبت، انا اسفه انا فكرت النهارده. طيب هو اعتبارا من هتكون مده 7 ساعات من الساعه 9 صباح غد السبت لحد الساعه 4 مساء. المناطق اللي تم الاعلان عنها شارع انابيب البترول بالسلام، المنطقه الصناعيه بالكيلو 18 بعد مناطق قباء وامل ثان بالكامل والمستشفى الالماني السعودي ومحطه محولات كهرباء جسر السويس. ده الاماكن اللي تم الاعلان عن انه هيتم انقطاع الميه عنها
لمده 7 ساعات بسبب تحويل مسار خط رئيسي. يعني الناس بقى تعمل حسابها. احنا عندنا موضوع هنحاول نتناوله بعد الفاصل الحقيقه، وهو موضوع دير وادي الريان اللي صعد على السطح بشكل زي ما انا يعني ذكرت لحضراتكم الحلقه اللي فاتت، ان الامر انه كان المفروض في اطار التنفيذ، وبعدين بيقال انه بعض الرهبان كانوا تعدوا او حرقوا المعدات اللي كانت الدوله ودتها علشان الطريق. وبعدين فوجئنا بخبر بالامس ان تم خطف ابونا الراهب بولس الرياني، وبعد كده بعد شويه لقينا ان الموضوع مش خطف، ده هو تم القبض عليه من قبل النيابه، وانه نيابه ابشواي بتستجوب الراهب بولس الرياني في عده اتهامات. وبعدين ايه برضو تلاقي بيقولوا بعد تسليم نفسه. فهنا في حاجات كتير مش واضحه في الموضوع ده. جهود رئاسيه لحل ازمه وادي الريان، زي ما اتكلمت مع حضراتكم ان كان رئيس عفوا اللي هو المستشار الحالي اللي كان رئيس وزراء السابق المهندس ابراهيم محلب، التقى بعد ما التقى بقيادات كنسيه، التقى بالانبا ابرام، التقى كمان قيادات الكنيسه بالفيوم، وبيهاتف البابا، وهناك زياره ميدانيه للدير لحسم المشكله، والبابا توادرس يعني موقف الكنيسه زي ما كان في السابق اللي هو كان من كام شهر كده لما الازمه تصاعدت، وطلع بيان رسمي من الكنيسه ان دير وادي الريان ليس دايرا وسكانه ليسوا رهبانا. هنا بقى اثار طبعا ردود فعل، موضوع برضو ان الراهب يتقبض عليه او اذا كان يسلم نفسه، مش عارفين برضو فين الحقيقه، يطلع الخبر ويقول انه اتخطف. كل دي امور هنناقشها الحقيقه بعد الفاصل، فبرضو دي من الموضوعات المهمه في حلقتنا النهارده. وزي ما وعدت حضراتكم ان احنا كنا برضو تحدثنا بالنسبه ليه موضوع شيخ الأزهر والتعليقات اللي تمت على بالنسبة لشيخ الأزهر والقصص اللي ليها علاقة بالحديث والحوار اللي كان قاله في ألمانيا. فيعني عايزة برضو أقول لحضراتكم إن إحنا المرة اللي فاتت ما كناش قادرين نجيب تعليق عليه، لكن أعتقد النهاردة معانا تعليق من يوسف الحسيني. كان في أثناء ما الكلمة شيخ الأزهر كانت بتتذاع كان في تعليق من يوسف الحسيني، برضو في تقرير، في كان خبر اتكتب في CNN، في برضو الجزء الثاني اللي هو كان رد على سؤال ليه في الدين الإسلامي لا يسمح بأني مسلمة تتزوج مسيحي، قال لك أصل هو لما بيحصل العكس، يعني لما بيحصل انه مسيحية تتزوج من مسلم، قال لك المسلم بيسيبها تروح الكنيسة وبيسيبها تمارس عبادتها، لكن العكس يخشى شيخ الأزهر والخشية من انه لما مسلمة تتزوج مسيحي، المسيحي ده هيخليها تبقى مسيحية مش هتفضل على دينها، وبناء عليه مش مفروض او مفيش حاجة اسمها انه يتم السماح لمسلمة بان هي تتزوج مسيحي. هو ده بقى الرد التاريخي، ده منتشر الفيديو على انه رد تاريخي لشيخ الأزهر. ناس كتير علقوا قالوا له يعني ده انت يعني رد تاريخي ازاي، وانت اساسا ده انت معنى كده انه انت معتبر انه خايف على الدين الاسلامي من مسيحي، بحيث ان انت كده شايف انه لما تتزوج مسلمه مسيحي معناها ان هي ان هو مش هيسمح لها وان هي لازم هتسيب دينها، كل القصص دي كلها. فعموما احنا لو معانا بتهيألي معانا جزء من يوسف الحسيني، قال له رايح اوروبا تتحدث عن الاسلام السامح ومصر بتسجن ناس سخرت من داعش اللي هم على الاطفال. واحنا بنشكر الحي يوسف الحسيني على ايضا الربط، هذا الربط، لانه انت هنا بتتكلم ناس كتير قوي على فكره. عايزه اقول لكم مش يعني برضو تعليقات كتير على مواقع التواصل الاجتماعي من اشخاص يعني مثقفين ومسلمين بيردوا برضو عليه وبيقولوا له اللي انت بتقوله ده اشمعنى رايح تقوله في ألمانيا؟ طب وبيفكروه وكلنا بنفكره، هو انت مش قلت على المسيحيين كفار قبل كده؟ وقلت اه المسيحي كافر لانه بيكفر بدين الاسلام، امال رايح ألمانيا وتقول ما جبتش سيره كافر طبعا خالص، اتحدثت عن امور ليها يعني حاجات جميله جدا، لم تتحدث بالواقع، لم تتحدث بالحقيقه، حوار يعني البعض تعتبره برضو تقيه، انك انت رايح بتقول حاجات عكس اللي انت بتؤمن بيها وعكس لانه نوع من انواع انه اتس اوكي، يعني انا في محفل معين لازم ارضيهم، لازم اقول اللي يعجبهم، فبالتالي يعني ده غريب.
قال له انت بتوصي كمان الحسيني، قال له انت بتوصي اوروبا على المواطن الاوروبي، انت كده مش عارف حاجه خالص. هم هيقولوا لحضرتك توصي طب توصي دولتك على المسيحيين اللي علشان يبنوا كنيسه محتاجين كام سنه عشان ياخدوا التصاريح، ومصر اللي حبست عيال صغيره عشان سخروا من داعش، بعض المحافظين ومدير الامن والعمره بيطلبوا من المسيحيين انهم يسيبوا قراهم وبيوتهم عشان فتن الطائفيه، وده ما بيحصلش. ولما يتقبض على حد متهم بازدراء من المسيحيين يقول لك اصل احنا قبضنا عليه علشان خاطر الامن، عشان خاطر احنا عايزين يعني ايه يعني نحميهم، اصل احنا لو سبناهم بره القريه هيفتكوا بيهم، ممكن يكون في خطر على حياتهم. كتير قوي بنسمع الجمله دي انه اتقبض عليهم واتحبسوا علشان خاطر يحموهم. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ عموما انا بس عايزه تعليق لو التايم بالنسبه مش للكلمه نفسها، عايزه كلام يوسف الحسيني نفسه زمايلي بعد اذنكم. جريدة المقال برضو. طيب كده احنا نسمع بقى يوسف الحسيني وتعليقه على هذه الكلمة، والتعليق ده كان أثناء الكلمة لما اتذاعت على الهواء، عرضها على الهواء وبعدين علق عليها. مجموعة من الحلقات البحثية لتنقيح هذا التراث وكذا وكذا. أعلم جيدا وأستطيع أن أقول لكم أن لدينا بعض المراجع للأسف الشديد بها من يعني القتل وسفك الدماء أكثره، ونحن الآن نبحث تنقحها ونبحث عدم دمجها في المناهج، لكنها تظل دائما موجودة في مراجع من يريد أن يلجأ إليها فليلجأ. أما ما يحدث داخل الأزهر وما يتم تدريسه في الأزهر فأبدا لن يكون بعد العام الحالي 2016 موجود. نعم لقد كان لسابقي الدكتور حسين طنطاوي يعني فضل وسبق في تنقيح هذه المناهج، وأنا سوف أسير على خطاه وعلى نهجه. نحن الأزهر التقدمي، نحن الأزهر الحديث، نحن الأزهر الذي يطمح في وجود علاقات حقيقية. لكن ألاقي أنه بيوصي الأوروبيين قال إيه على المسلمين اللي عاشوا وتولدوا في أوروبا، بتوصي أوروبا، بتوصي أوروبا على المواطن الأوروبي. ده سيادتك بقى كده مش عارف حاجة خالص عن أوروبا. في هناك يا فندم حاجة اسمها دستور وقانون، محدش يا فندم يقدر يضطهد هناك حد على دينه خالص، هو بقى مسلم مسيحي يهودي ملحد ربوبي بيعبد الشمس بيعبد بوزة ولا حد يقدر يقرب له. حضرتك بقى توصي دولتك على المسيحيين، لأنه ده الكلام اللي هيتقال. يا راجل بتوصينا احنا وعشان تتبني كنيسة في بلدكو بتاخد كم موافقة وبتقعد كم سنة على ما تاخد موافقة عشان نعرف نبني كنيسة؟ هيتقال له كده على طول، الناس بتقعد تسمع الكلام ده وقاعدين بيتفرجوا يقولوا يا راجل مش انتوا برضو الدولة اللي حبست العيال الصغيرة اللي عندها 16 سنة مسيحيين علشان خاطر عملوا فيديو تريقة على داعش اللي انت جاي بتقول لنا انها مش من الاسلام، امال حبستوا العيال اللي اتريقوا على داعش اللي مش من الاسلام ليه؟ يا راجل هو مش انت حضرتك جاي دلوقتي تتكلمنا تقول احنا بنطالب المسيحيين بالتجذر داخل اوطانهم؟ امال ازاي بعض مديرين الامن وبعض المحافظين عندك والعمد بيطلبوا من المسيحيين ان هم يهجروا من قراهم عشان خاطر المسلمين هياكلوهم لحسن بعدين حصل بوادر فترة؟ يعني منين بتقول احنا ندعوهم للتجذر؟ لا يا فندم انت لا تدعوهم للتجذر ولا حاجة، انا في عندنا وقائع معلنة مش مستخبية معلنة وتم مناقشتها، هذه الأسرة تهاجر وهذه الأسرة تترك هذه البلدة وهذه الأسرة تذهب إلى محافظة أخرى وهذه الأسرة تبعت ولادها في حتة ما حدش يعرف عنهم حاجة. ده في 2015 بس. من أين أتى شيخ الأزهر بهذه الجملة؟ من أي بوابة من بوابات الفردوس تأتي بكلماتك يا فضيلة الإمام؟ هل تعيش في فردوس على الأرض؟ تتحدث عن انه المسيحيين يتجذروا داخل اراضيهم وداخل اوطانهم وفي نفس الوقت في الصعيد بيطردوا من قراهم؟ زي ما شفنا مشاهدينا يمكن طبعا كان اقوى رد، في ردود كتيره بس عشان بس الوقت يعني مش هيتسع الوقت ان احنا نعرض على حضراتكم كل ردود الافعال، ولكن ده باختصار ان هناك حديث بيوجه لناس وحديث تاني بيوجه لناس تاني، حديث جوه مصر وحديث تاني مختلف بره مصر. على فكرة فرنسا دعاياه برضو ان هو يزورهم شيخ الازهر، فمن الواضح كده ان في اتجاه لهذا الحوار امام اوروبا امام الاوروبيين، لكن الحقيقة احنا بنطلبك بقى انك انت تعمل نفس الحوار ده في مصر، يعني بنأمل في ده. خلينا يعني نسيب الكلام ده وبفكر حضراتكم احنا النهاردة الجمعة، الجمعة زي ما اتفقنا هيكون عندنا فقرتين،
فقرة رسمية هتستمر معانا بالنسبة لخدمة الراعي وأم النور، والفقرة الثانية عن متابعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لحين اختيار الرئيس الأمريكي الجديد. لكن خلينا في بالنسبة لخدمة الراعي وأم النور، أنا المرة اللي فاتت الحقيقة في بعض الاستجابات ولكن كانت ضعيفة، هشرح لكم تاني إيه الفكرة. قناة الكارما هتدعم 50 أسرة بشكل شهري، يعني انا عايزه برضه افهم حضراتكم ان الموضوع مش انه مثلا حد يتصل بالتليفون دلوقتي ويروح ايه يقول انا ده الشيك ده لخدمه الراعي من النور. دي ممكن تبقى عندنا مستشفى، طبعا مستشفى راعي مصر، في خدمات تانية ممكن تروح فيها الاموال دي، الخدمات اللي بتتقدم في الاعياد، اللبس اللي بيطرح للاطفال، الخدمات اللي بتتقدم بالنسبه للاسقف، بالنسبه لتجهيز فتيات، القصص دي كلها خدمات بتقدمها خدمه الراعي ومن النور. لكن في خدمه بشكل شهري، الخدمة اللي بشكل شهري دي حاجتين، لا إما إنك أنت تدعم أسرة، عشان تدعم أسرة يعني تصرف على أسرة، أسرة ما عندهاش أي دخل. إحنا جالنا على فكرة تقارير من المكتب مصر، مكتب خدمة الراعي من النور، بعدد 70 أسرة محتاجين دعم شهري علشان يعيشوا حياتهم $50 بس في الشهر. يعني انتوا فاهمين حضراتكم، وممكن جدا اللي عايز يختار اسره من دول ويبقى يتواصل معاهم بالتليفونات، يتكلم مع يتواصل معاهم باي شكل، لو نزل مصر، لو حد من مصر برضو عايز يدعم الاسره دي بال$50. طبعا عارفه الدولار دلوقتي في مصر ب 9 جنيه اهو، 8 او 8 85 في البنك، يعني شوف ما يعادله. بس احنا هنا بنتكلم برضو على، بنتكلم بالدولار ليه؟ ان هي اتحسبت يعني $50 دي، ده المبلغ اللي ممكن ان انت يعني تقدر لو تبرعت بيه بشكل شهري تغطي احتياجات اسره، اسره للمعيشه كل شهر، اللي هي العاديه يعني، اللي هي الايه اليدوبك. فده اللي احنا بنقوله هنا. فانا نفسي انه احنا كاسره كقناه الكارما من اللي انتوا بتدفعوه بيطلع العشور للخدمات، ومنهم خدمه الراعي ومن النور. فقناة الكارما هتدعم 50 أسرة، هتصرف على 50 أسرة بشكل شهري، كل شهر كل شهر. طيب الدور اللي عليكم انتوا كمشاهدين ايه؟ عايزين نوصل ب 100 أسرة، 150 أسرة، 200 أسرة كل شهر. اللي هيحصل ان حضراتكم هتتصلوا بينا بقناة الكارما، هتقولوا ان احنا هندفع $50، اللي عايز يتصل عايز يدعم أسرة عايز يدفع، او $100 هندعم أسرتين، انا فلان او انا فلانة بقول لكم دلوقتي مع قناة الكارما أنا هدفع لكم $50 دي كل شهر علشان أدعم وأصرف على أسرة من خدمة الراعي وأم النور. لو أنت عايز حاجة تانية ممكن برضو طالب علشان يتعلم، الطالب بيبقى محتاج $30. فإما أنك أنت هتتصل أو هتتصلي وهتقولوا أنا عايز أدفع كل شهر $50 عشان الأسرة دي، مثلا أسرة عين، أسرة صاد، وهي دي هتبقى الأسرة. لو انت عايز تختار أسرة ممكن، لو عايز مثلا تقول لنا احنا اختاروا لي أسرة وعرفوني عليهم مفيش مانع، برضو ممكن نعمل هذا التنسيق، ويبقى احنا اسمنا الأسرة دي لفلان ده، هو اللي بيدعمها، وهو اللي ونفسه بعد كده مثلا لو هو موجود بره مصر لما ينزل مصر يروح يزورهم، مفيش مانع خالص من كده. عايز هتقول ان انا لا لاي اسره انتوا اختاروها، بس بحيث ان احنا لغايه دلوقتي من الجمعه اللي فاتت للجمعه دي انا بس حد واحد كلمني وقال لي انا هدعم 3 أسر كل شهر. لسه ما فيش هنا حصل في قناه الكارما ان حد بعت شيك قال لك دي خدمه الراعي ومن النور. فانا من فضلكم النهارده، بدايه من النهارده الجمعه ومن بعد الحلقه دي، عايزين اتصالات، عايزين الناس تدعم خدمه، تدعم الاسر اللي هي زي ما بقول لكم $50 عشان مصاريف اسره بالكامل، $30 علشان خاطر مصاريف تعليم. عندنا وصلنا دلوقتي 70 أسرة، يعني وصلنا معلومات 70 أسرة ولسه هيبعتولنا تاني، يعني كان المفروض 100 أسرة وصلنا 70 وفاضل 30 معانا حاليا في قناة الكارما، عشان برضو احنا نتعرف على الأسر الـ50 اللي هتدعمهم قناة الكارما، ويبقى احنا عندنا كده كمان هو 20 أسرة. عايزين يا ريت النهاردة كلمونا علشان نلاقي $50 كل شهر لدعم 20 أسرة تاني. عايزين نوصل زي ما بقول لكم للـ100 وأضعافها، عشان الأسر دي أسر كتير جدا، بيوت انتوا مش عارفين الحالة بقت صعبة ازاي على فكرة في مصر، وانه الحياة غالية جدا جدا، كل حاجة غالية، وكل حاجة بقت يعني المواطن اللي هو يعني بيقبض مثلا 500 جنيه او حتى 1000 جنيه هتكفيه لايه؟ فانا بقول لكم من فضلكم ان احنا لو قلنا حتى 5 في 9 ب 45 يعني 450 جنيه عشان تصرف على اسره هي دوبك هتكفيهم. فيعني ما اعتقدش ان احنا بنطلب حاجه كبيره. برضو كان من ضمن يعني كان في
يعني فقره كده هم كانوا بيفكروا ان هم يعملوها برنامج خدمه الراعي ام النور، يا رب يعملوها. ايه هو المعنى الحقيقي للغنى؟ والغنى يا ترى هو غنى ايه؟ فدي كان اسامه منير هو يعني هو المذيع في الفقره دي، وبياخدوا حاله نفسي انهم يكملوها. دي حلقه واحده اولى اتعملت، يا رب تكمل الحلقات دي لانها قد ايه فعلا جميله جدا. ام موسى اللي هي في هذا البرنامج، برنامج مدته صغيره قوي، وهو كده يا ترى ايه هو المعنى للغنى؟ الغنى ده عباره عن ايه؟ هو يا ترى غنى فلوس ولا غنى نفوس؟ خلينا نشوفه مع بعض. كنت فاكر ان الفلوس هي اللي بتعمل السعاده، هي تقدر تجيب لك كل حاجه. عشت مستريح وكنت متخيل ان الحياه كده لطيفه وكل ما اعمل فلوس اكتر كل ما هبقى سعيد اكتر، ولكن اكتشفت ان الغنى مش في الفلوس، مش هو ده، مش هو ده الموضوع اساسا. ايه اللي ناقصك؟ ناقصني يمنعني بروحك كرامه رجوحك يا رب. انا مقصره في حقك، انا مقصره في حقك. اكتشفت ان الغنى في محبه ربنا، محبه ربنا ليك اللي بتفتح لك كل الابواب. طب نعمل لك عينيكي؟ لا ولا ولا نعمل عمليه ولا اي حاجه ولا اي. وريني يا دكتور اصحى نفسك، يا دكتور اصحى نفسك. محبه ربنا ليك اللي بتخلي المرض يهون، المشاكل تهون، الازمات تعدي، الرضا اللي بيبقى جواك كله امين. مرض امين، صحه امين. واقول لك لا تهتم بالغد، لا تهتم بالغد. الغنى له فلوس ولا مال ولا جاه ولا منصب ولا شهره، الغنى الحقيقي عند ربنا. مين انا يا رب؟ ده انا تراب افتكر يا نفسي. مين اللي ريح تعبان؟ الله انت. مين عز الحزين؟ الله انت. اشكرك انت. يديلك العطشان يرتوي، يديلك الدعان يشبع. لما شفت ام موسى قعدت اتفرج من ذهول، قد ايه الست دي عندها رضا، قد ايه الست دي غنيه، قد ايه الست دي اغنى من اغنى واحد في مصر. يا لي سعادتي بيك، يا لي حنايه بيك، اشكرك على محبتك اللي شملتني. خطيه انك تهتم. اكتشفت بجد ان الغنى غنى نفوس مش غنى فلوس. الغنى مش غنى فلوس، الغنى غنى نفوس. الله محبة، ومحبة الله دايما عملية، محبة معطاء. وقمة العطاء كانت على الصليب لما أعطانا غفران وأمل وحياة، وده اللي الكارما في كل لحظة بترسله للناس. وزي ما أعلن لينا الكتاب، الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتكم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. لسه نام على سرير بدل نومة الأرض اللي بوظت عظمي. نفسي يكون عندنا سقف يحمينا من المطر والشمس. نفسي في حمام عشان استحمى زي كل العيال. نفسي يكون عندي باب بدل عيون الناس اللي رايحة واللي جاية بتبص علينا. نفسي في النور بالليل عشان أعرف أكتب الواجب. وعشان كده الكارما شايفة ليها دور، وبتطلع من عشورها على كل مبلغ بتتبرعوا بيه لدعم الخدمات المختلفة، ومنها خدمة الراعي أم النور. ساعدونا نخلي العالم مكان أفضل للمعدمين والمحرومين. عايزه اشوف النهارده كام واحد يا ترى هيشارك معانا في خدمه الراعي وام النور، في دعم اسر محتاجه ما عندهمش اي مصدر للرزق، بس اسر غنيه قوي ربنا زي ما شفت ام موسى. محتاجه ايه؟ مش محتاجه، ده هي بتقول انا مقصره في حق ربنا. فيا ترى احنا هنقدر نساعد كده الخدمه دي؟ هنقدر برضو ندي جزء من عشورنا لخدمه الراعي وام النور؟ بكلمكم عن 50 دولار لاسره او 30 دولار لطالب عشان يتعلم.
نفسي قوي قوي تفرحوني، حتى من قبل ما ينتهي البرنامج الاقي زمايلي في السكرتاريه وفي الكنترول روم يقولوا لي ان في اتصالات، في ناس كتير النهارده، ويعني انا طمعانه يا ريت يبقى في عندنا 50 حد يتصل، او يعني زي ما بنقول مثلا 25 حد هيقول كل واحد منهم انا هدعم اسرتين. الكارما بتدعم 50 أسرة، يعني $2500 بشكل شهري بتروح لخدمة الراعي وأم النور، أو هتروح من بداية من الشهر ده علشان خاطر 50 أسرة. فبتمنى نكمل الباقي، عايزين يعني نغطي احتياجات مئات الأسر، مش بس 50 ولا 100 ولا 200. فيعني أتمنى إنه خلال التليفونات مع حضراتكم نبتدي نشوف فعلا ردود فعل قوية. هروح بقى لقصة وادي الريان. قصة وادي الريان والمشكلة اللي نفسنا إنها تتحل، هنشوف مع بعض الدنيا ايه. وهيكون معانا دلوقتي الاستاذ بيتر ادوار وهو خادم. استاذ بيتر برحب بحضرتك معانا. مساء الخير مدام منى، اهلا بحضرتك. طيب دلوقتي الاول بالراحه، بس احنا دلوقتي الخبر بالنسبه ايه معلوماتك عن خطف او القبض على ابونا بولس الراهب بولس، ولا هو اللي سلم نفسه؟ لو عندك معلومات الاول. يعني خلينا بس في الاول صح كده، احنا طبعا احنا بنخضع كلنا لقضاءات البابا كقياده روحيه كنسيه طبعا. طبعا ما حدش يفهم ان احنا احنا بنحل المواقف ولا بنهاجم حد ولا بندافع عن حد، احنا هامنا قصه اكبر من كده. تمام. ممكن تحسي من كلامي الدكتوره منى انه شويه انا متلخبط، لان الحقيقه الموقف فعلا ملخبط جدا. مش حضرتك لوحدك، انا برضو مش فاهمه، بتمنى اني افهم الدنيا ليه متلخبطه كده، وايه اللي يظبط الموضوع ده. هو اللي يظبط الموضوع يعني اعلق في الاول على النقطه اللي حضرتك بتسالي فيها، هو طبعا الراهب بولس أبونا بولس الرياني مستهدف رقم واحد، لأنه هو اللي معاه كل الورق وهو اللي بيقابل الناس المسؤولين وعنده أكبر حجة بالأوراق مش بتاعته هو، ورق الآثار ورق وزارة الثقافة والمسؤولين، إنه ده دير أثر جدا جدا، إنه مليان غني جدا بالآثار، وهقول لحضرتك دلوقتي في الورق. هو اللي حصل انه ابونا مارتيروس وابونا بضابة من الرهبان اللي هم تبع الانبا ارميا اصلا. حضرتك معلش، ابونا بضابة ده انا كنت رايح عن طريقه البير، ده كان على تليفون شخصي معايا قلت امبارح، وقال احنا بننفذ تعليمات الانبا ارميا، احنا خارجين للكنيسه. هم اللي راحوا القلايه بتاعت ابونا، هو ده اللي يفسر الضرب اللي ضربه. طب معلش تحليلات، لا ده مساعد وزير الداخليه للعلاقات العامه طلع على قناه تين من شويه بينفي تهمه انه تم اختطافه، انه الرهبان هم اللي سلموه. طبعا كان في مقاومه للاسف، هو المحامين حاولوا يعني طبعا هو ما راحش بمزاجه، فتم اتعمل محضر مضاد ان هم خافينه، وده للاسف في كدمات تحت عينيه وفي اصابه في ايده مش قادر يعني يحرك ايده كويس. ما تمش اختطافه، هو كان تنسيق مع الاثنين رهبان. والمضحك في القصه وده اللي هحكي مع حضرتك فيه دلوقتي، ان ابونا مارتيروس اللي بيتكلم على لسان الانبا ارميا وبيقول انا وابونا بضابه الوحيدين اللي مكلفين من الكنيسه، ان واحد من السته اللي اتشنحوا قرار مدريد اللي هم من كام شهر السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت، يعني ابونا مارتيريس ده واحد من السته. بابا ده كان واحد من ضمن ابونا بابا، انا اعرفه شخصيا وهيعرفني ممكن يكون سامعني. يمكن اي كلمه اللي بقولها، ده واحد من ضمن السته. فهو السؤال عشان تفك المشكله، هو ده دير ولا مش دير؟ هو ده دير ولا مش دير؟ هو يعني ممكن انه يكون دير بس غير تابع للكنيسه، هو ينفع برضه انه يكون دير؟ صح. اوكي يبقى خليني مش ورا سؤال حضرتك. يعني هو كورق دوله كمناشدات ومكاتبات سواء من يوم 6/12. انا انت حضرتك عندك معلومه ان ابونا نجيب السكرتير قداسه البابا كان طالب رهبنه في الدير، دي عرفناها في وقت الازمه بتاعه الدير المره اللي فاتت، ان ابونا انجيلوس يعني
قداسة بابا لما جه، ويوم 6/12 اتكتبت الورقة اللي مشهورة جدا على جميع المواقع والكاتدرائية ما انكرتهاش، قالت تشهد بطريقة الأستاذ بير قديس وكالة اسكندرية من يأتي الأبا مخائيل ومتحدث الرسمي إليش على المقال بين 6/12. خلينا برضو ورا الكلام ده. طب ده مش دير. أوكي. تمام. معايا تعاملت أربع أساقفة كبار جدا، الأنبا متاوس بمقر بكروليس عمرينينا والأنبريس عمرينينا. احنا اعتقد كان في إشكالية عندنا الصورة اللي حضرتك بتقصدها دي. لا مش دي، في قرار. القرار موجود. لا القرار نفسه اللي هتلاقوا عليه الختم والقداسة البابا توادروس، وده كان بعد. لا ده أنا في حد. لا القرار اللي حضرتك بتكلم عنه دلوقتي اللي هو انه تم انه باعتراف من الكنيسة تشهد بطريركية الارثوذكس بان دير القديس مكاريوس وادي الرين محافظة دير اثري، وتم تجديد وتعمير الدير رهبانا والكلام ده كله، وانه الراهب المعاملات الرسمية للراهب أليشع المقاري. مش ده برضو اللي حضرتك تقصده اللي كان ايوه اللي كان يوم 6/12/2012 بتوقيع قداسة البابا؟ فاعتقد ده من ضمن الحاجات اللي معانا اللي حضرتك بعتها ولا لا؟ عشان لو مش من ضمنها هقول طبعا. هقول لك على كلمه بس من واحد برضو احنا بالموقف، احنا مش مع حد ضد حد. للاسف هو البير ده ما كانش بيخضع لضوابط كتيره في تدقيق في اختيار الرهبان. اوكي. لذلك دخل ناس كتيره جدا وطلعت ناس كتيره خالص. تمام. و يعني ما كانوش بيدققوا في المؤهلات، ما كانوش حاجات كتيره جدا. اوكي. طب خليني بس نتفق على حاجه، لان انا كان في حوار ما بيني وما بين دكتور ايهاب رمزي قبل ما ندخل الهواء، هو المفروض ينضم الينا، وبرده كنت عايزه رايي، لانه الصحفي اللي كتب على الدنيا الاخيره ان هو مرضيه الاستاذ عماد خليل، لو قدرنا برده نتواصل معاه. بس خليني الاول بغض النظر عن الرهبان، يعني خلينا ايه في الدير نفسه، لانك حتى لو انت عندك في محتوى الرهبان استاذ بيتر وارد انه ممكن راهب ويكون كويس قوي ويحصل حاجه بعد كده، وارد ان الكنيسه تشلح راهب. بالاسلوب ده، لان ده الكلام الدارج اللي بيتقال ده ما معناه. انا دلوقتي عندي مجموعه رهبان كانوا يعني الانبا ميخائيل خد 3 رتبهم في الاول، وبعد كده كان بترتيب مع ابونا إليشع. معلش طب بس زمايلي احنا عايزين نعرض بس حاجه ليها علاقه بالموضوع، فانا بعت لكم لسه صوره القرار اللي هو بالنسبه للبابا توادرس اللي تم تغييره. طيب انا فاهمه وجهه نظر حضرتك يعني استاذ بيتر. لا في نقطه حضرتك قبل الصور دي، ان انا في شهر يعني في شهر 11/2014 احنا ككنيسه اللي لبسنا اللي ما يدعون او ينتحلون صفه الرهبنه على حسب كلام اسقف اتقال قبل كده. احنا اللي لبسناهم كلوستوات، واحنا عن طريق ابونا انجيل. لا مين انتوا؟ يعني مين انتوا دلوقتي اللي بتتكلم عن 11 شهر 11/2014؟ عن طريق الانبا مكاريوس اسقف المنيا والانبا برام اسقف الفيوم. اللجنه حضرتك جوه لجنه بابويه. انبا مكاريوس والانبا ابراهام، وكان في حد ثالث صح؟ كان الانبا ارميه بس ما راحش. طيب اسقف ثالث على ما افتكر. يعني حضرتك بتقول كده في شهر 11 سنه عام 2014 تم يعني رسامه رهبان في الدير. لا تلبسهم الدير رسمي. تلبسهم ازاي الرسمي؟ من قبل الانبا مكاريوس والانبا ابراهام اسقف، الانبا مكاريوس اسقف عام المنيا والانبا ابراهام اسقف الفيوم. تمام. اوكي. غير اللي بيتقال بقى دلوقتي، هو في 120 بطاقه اتعملت رسمي، من الكاتدرائيه وابونا انجليس سكرتير قداسه البابا، في علامات استفهام كتيره جدا حوالين ابونا انجليس ودوره في الموضوع كله، مش هو ده كلامنا دلوقتي. 120 بطاقه رسميه، وكان في اشكاليه انه يتسموا الراهب المقالي ولا الراهب الريان، يعني كلمه الريان ده مش قديس، ده مكان عشان يكون للمكان. طيب يعني موجودين حاليا جوه الدير دلوقتي 55 راهب من اللي معموله لهم بطايق من الكاتدرائيه موجودين جوه الدير. طب والباقي ال 120 راحوا فين؟ الباقي 120 في المزرعه 40 راهب، وفي مزرعه 30 راهب. وده سؤال برضه، هل لو دول مش رهبان هل تم اعاده رسامة الرهبان تاني اللي موجودين بره الدير؟ ما هو ده يعني الشعب المصري، يعني الشعب القدسي دلوقتي برضه يعني بيتفائل حاجات كتيره، دول رهبان ولا مش رهبان؟ هم عندك في 90 75 راهب بره. تمام؟ في راهب يعني احنا شلحناه ككنيسه
وهو اللي بيتكلم باسم الانبا ارميه في المراسلات عندك هتلاقيها على النت ابونا مصيرس، وهو اللي هو طبعا دخل جهه ابونا خطف ابونا سلمه للشرطه وبيفتخر ان هو تبع الانبا ارميه. طب لو ده مش شيخ انت تجيبوا راهب من جوه تضربوه يعني ان ده مش تبعنا الحكومه تتصرف معاه، رغم ان الحكومه الورق بقى اللي حضرتك انت نبتدي نعرضه بقى بالراحه وحضرتك تفهمني بس لان انا ما كانش في وقت اطلع على الورق ده لان حضرتك بعته لنا قبل الهوا على طول، يمكن عشان كده بس ايه تمام. نحاول ورقه ورقه وحضرتك عايز تقول بيها ايه. تمام اوكي. اول ورقه اللي هي بتاعت المعاينه بتاعت 10/11 المعاينه بتاعت 10/11. طيب عشان زمايلنا بس يعني تساعدهم انهم يطلعوا لنا المستند اللي حضرتك بتتكلم عنه. احنا معانا طبعا يعني هو هي تقريبا اللي حضرتك بعتها دي، دول هم ثلاث ورقات بتبتدي من الورقه اللي هي وزاره الثقافه المجلس الاعلى للاثار. ايه خبر ابيض، دي ورقه معموله امتى يا حضرتك؟ دي معموله يوم 7/12/2014 7/12/2014 فوق مدير المنطقه ابراهيم رجب وزاره الثقافه المجلس الاعلى. هم بيقولوا ان تم معين اكثر من 15 مواقع اثريه من بين المغاره والمنسوبيه، يرجع تاريخ بعض هذه المغارات الى بدايه عصر الرهبنه في القرن الرابع، وفي اخر ثلاث سطور بيقول وتحتاج المنطقه الى متحف اثري شامل حيث انها من المناطق الغنيه باطلال المباني والشواهد الاثريه. مش عايز اخد وقت كتير. الورق اخر ورقه في الورقه الثالثه هتلاقي مليئه بالشواهد الاثريه تاني واطلال تلك المباني، تم معاينه بعضها وبها الكثير الذي لم يتم معاينته لاتساعها ولضيق الوقت وصعوبه. وبيدي الورقه الثالثه ثانيه واحده، يعني تقصد الورقه اللي هي ممضيه بمفتش اثار رامي محسن يونس، الورقه الثالثه زمايلي في الترتيب اللي اتبعت لكم. انت لو لجأت طبعا اكثر واحد عارف عن الموضوع وخاطب الانبا برام من سنه 2012 لؤي سيد لؤي ده اللي هو ماسك لجنه الاثار القبطيه في مكتبه اسكندريه يقول لك اكثر من احنا بنقوله بكثير. خليني ادخل بس في المهم عشان وقتك. لجنة المعاينة بتاعت 20/1 لجنة المعاينة 20/1 تمام؟ أنا عايزك تعرفي إيه 20/1 دي؟ 20/1 دي اللجنة اللي كانت رايحة ده التاريخ اللي صغير قوي. احنا عندي امضة مفتش اثار وعندي تاريخ كده ولا ما عندي، انا مش شايفه تاريخ. وفي مدير المنطقه ابراهيم رجب، مش هي دي اللي حضرتك بتذكرها؟ في ورقه ثانيه بقى اللي هي اجراءات لجنه معاينه بتاريخ 20/1/2015. انا مش عارفه دي معانا ولا لا. اجراءات معاينه، اجراءات معاينه زمايلي بتاريخ 20/1/2015. طيب ايه بقى الاجراءات معاينه دي من مين؟ من اي جهه؟ تخيلي بقى ده مقدم اداره المساحه العسكريه ومهندس هيئه طرق ومدير، لما راحوا مع المقاولين العرب والرهبان وقفوا قدام اللوادر. انا فاكره الصوره دي، فاكراها كويس قوي. تخيلي كاتبين ايه؟ تخيلي هم كاتبين ايه؟ كاتبين ايه؟ كاتبين انه لم تتمكن اللجنه من القيام باعمالها لعدم السماح لها من قبل مسؤولي الدير من تنفيذ ما جاء بكتاب الامانه العامه لوزاره الدفاع. انا باعت بتهيألي الامانه العامه لوزاره الدفاع موجهين الجواب للقسط انجيلي استدحاق سكرتير صاله البابا تدريس. تمام؟ بيقول ايه؟ لم تتمكن وافاد منظومه الدير وكاتبين اخر ثلاث سطور بيقول ايه بقى؟ في حضرتك ده 20/1 واللي احنا قرناه ده كان يوم 7/12. بيقولوا ان خلال فتره الشهر ده بس شهر واحد وللعلم انه قد تم اكتشاف عدد 7 اماكن اثريه اخرى، تم اكتشاف طاقوس مثلا للدير به 3 اجساد قديسين وتم اختيار البعثه من ايطاليا وامريكا وفرنسا وتحليله بمعرفتها ونقل من وزاره الاثار المصريه التعاون معهم. يعني احنا خلال شهر بيكتشفوا ده كله. خلينا بقى في الاهم، اخر حاجه هتلاقيها عند حضرتك اللي هي تقرير علمي لتسجيل الاثار الكائنات دير الانبا مكاريس. هتلاقي 10 كده ماضيين. تمام؟ تخيلي بقى، تخيلي لما وزاره الاثار، وزاره الاثار ايوه بتكتب لك وتقول لك وعليه قوم اللجنه بضروره تسجيل المغارات السابق وصفها والتلال الاثريه في اعداد الاثار الاسلاميه والقبطيه مع اقطاع منطقه السير داخل اسوار السير من المقر البحري وامتداده للمقر القبلي وامتداده من السور الشرقي للمقر الغربي
للمادة 20 من قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983. وماضين 10 وهو طبعا الدكتور لؤي محمود سعيد ومدير الآثار ومدير فهو الدير أثري؟ لا أثري. دير ولا مش دير؟ لا هو دير. طيب. أنا بس عايزة هما ما كانوش تمام يعني أنا بس عايزة حضرتك كده إحنا دلوقتي عشان بس مش حاضرين إن إحنا نمشي معاك في المستندات مستند مستند بس كل المستندات دي معانا. اللي عايز حضرتك توصله دلوقتي من خلال بداية أنت قلت لي على شهر 20 يناير 2010 ولا 2010 ولا 2015؟ 2015 دي اللي هي كانت 20 يناير 2015 اللي هو كان في بعض النقاط الخاصة ب يعني خاصة بمساحات الدير والحدود بتاعة الدير. تخيلي أنا كلجنة ومعايا من إدارة المساحة العسكرية والناس منعاني وكاتب ورقة بقول فيها إن تم اكتشاف عدد 7 أماكن أثرية وفصوص ومثل للدير وثلاث أجساد قديسين ويعني يعني الناس مطلعين ورقة أنا مش عارف طبعا. وطبعا لا خلاص أهي الورقة قدام المشاهدين الورقة دي اللي هي زي ما حضرتك قلت لجنة واللجنة دي قالت كل الحاجات والمحتوى اللي هو هنا احنا برضو أنا عايزة عشان تقول لمشاهدين أنت عايز تثبت إيه بالأوراق دي يعني 1 2 3 الورق إنه أصلا المشكلة بين الدير والدولة يعني الدير بالورق بتاع يعني الآثار يعني على فكرة في من النقطتين مصدرينهم بطريقة غريبة جدا إنه الرهبان محتلين 13,000 قدام أولا الدور ده والدير مش ملك الرهبان يعني في ده باتفاقيات موجودة مع لجنة وزارة الدفاع وحاجات برعاية بعد آخر ورقة أنا عند حضرتك برعاية الكنيسة وإنه في نقاط بتدخل منها السواح ومزارات سياحية وفي خطوم الرهبان ما يقدرش يعني ما يقدروش زي باقي الأديرة يقول لك الدير ده بتاع محدش يدخل فترة الصيام ده مش ديرك ده منطقة سياحية وهم مسمينهم بعد 2011 إن هم السكان المحليين للمكان والبطايق اللي طالعة من البطريرقية ل 120 رائد تمام 56 رائد موجودين جوه الدير دلوقتي إنه أبونا فلان الرياني مركز الصديق دير الأنبا مكان كبير تمام اللي هي الورقه برضو اللي لسه عرضناها من شويه اللي هي يوم 6/12 بامضه قداسه البابا توادروس نعيد نزاعها تاني مشاهدين. طيب يبقى احنا كده اللي حضرتك عايز تقوله انه الكنيسه لو هي كانت قالت ان ده دير وبعدين رجعت دلوقتي بتقول ده مش دير والرهبان دول مش رهبان يبقى ده شأن مع الكنيسه ليها علاقه بالرهبانه ليها علاقه بامور تانية. لكن حضرتك عايز توجه النظر دلوقتي ان انا عندي موضوع مع الدوله إن الدولة نفسها بأكثر من جهة اعترفت بأن هذا المكان بكل المساحة دي هو مكان أثري فيه كمان اتقال إن محميات طبيعية اتقال حاجات كتيرة وبالتالي إنك أنت النهاردة إزاي عايز تعمل طريق في مكان أثري تمام يا دكتورة منى أنت حضرتك لما حلو بطيتي على الورق ده هم اللي قايلين المساحات مش احنا اللي بنجبرهم أيوة ما أنا كده كويس قوي يعني كده المستندات دي كده لما نحطها قدام مهندس إبراهيم محلب لأنه اللي اتقال إن مهندس إبراهيم محلب هيروح ويعمل زيارات ويتكلم والكلام ده احنا قاعدين نقوله من الأول. طب احنا نضم إلينا الدكتور إيهاب رمزي برضو علشان هيضيف لحضرتك هذا يعني برضو أو مع حضرتك بالنسبة طبعا دكتور إيهاب المحامي السابق للدير وكان عاين الأشياء حاجات كتير من حضرتك كنت بتتكلم عنها يا أستاذ بيتر. دكتور إيهاب برحب بحضرتك معنا. دكتور إيهاب رمزي أهلا دكتور إزاي صحتك وأهلا بضيوفك الكرام أهلا بحضرتك. طيب الحقيقه يعني استاذ بيتر يعني شاكرا بعت لنا المستندات اللي نفس الفكره اللي حضرتك كنت بتتكلم معايا فيها انه هنا احنا بنتحدث عن دير اثري وزاره الاثار بتعترف بيه هذه المساحه مكتوبه من قبل لجان ذكر كمان انه تم تلبيس الرهبان في شهر 11/2014 تلبيس رهبان في الدير على يد نيافه الانبا مكاريس والانبا ابرقاب وبالتالي هنا المشكله بقى ايه يعني هنا او يعني انا عايزه حضرتك تحط لي ايدك على ان احنا ليه الازمه دي مش عايزه تتحل بالرغم ان احنا عندنا اوراق من الاثار من الدوله حضرتك قلت لي كمان انك جلست مع وزير البيئه السابق فادلنا فكره هقول لحضرتك حاجه اولا نعم. يعني لابد احنا نعرف تاريخ الدير ده يعني بيرجع من القرن الرابع الميلادي
والدير ده مسمى بالدير الأمبكس السكندري، له تاريخ تم اكتشافه بناء على مخطوطة في دير الأنبا مقال، ودي المخطوطة دي موجودة لسه ما زالت في الدير، وتم اكتشافه بناء على هذه المخطوطة. وعاش في الأنبا مكاوس السكندري منذ عصور كبيرة، وبعدين تم هاجمه فترة ثم أعيدت إليه لعبانة فترة تانية من بداية الستينات. وبعد كده بدأ تعمير الدير تاني في بداية التسعينات. تمام. وعايش في الوهبان، ووصل عدد الوهبان في العدد يعني يعتبر أكبر عدد الوهبان في مصر، وهو كان 200 راهب. وطبعا بدأت في نزاع ما بين الوهبان وبين الدولة منذ بداية التسعينات ولغاية عصر يعني عصر مرسي وما بعد مرسي. طيب هو وبدأت يعني إلى حد ما برضو أستاذ بيتر ذكر، أنا بس عشان عايزة نظرا للوقت وعشان نلخص الموضوع، تم عمل بروتوكولات مع الدولة، اتفاقيات مع الدولة بأنه على إقامتهم، وتم آخر حاجة يعني بعض المنشآت الدولة صرحت لهم بإقامة بعض المنشآت في الدير. نعم. وبالفعل تم إقامتها تحت إشراف الدولة، تحت إشراف وزارة البيئة. وبعد كده هو لما احتاج الوهبان بعد التعدي العرب يعني اللي في المنطقة هناك على الوهبان أكثر من مرة، فالوهبان بدأوا محتاجين حماية، فالحماية إيه؟ إنه بدأوا يبنوا سور عشان يحموا نفسهم من الأعراب اللي هناك. نعم. وبالفعل وزارة البيئة وافقت لهم على السور اللي هم دلوقتي هدوه، وفي بروتوكول بين الدير وبين وزارة البيئة على هذا السور، وأنا كنت حاضر هذا الاتفاق بين وزير البيئة وبين رئيس الدير، وعلى وبدأنا احنا عملنا البروتوكول بتاع السور ده، واتفقنا على صياغته، واتفقنا ووقع رئيس الدير أبونا ليشع في ذلك الوقت. نعم. ووقع وزير البيئة في ذلك الوقت، وبدأنا ان احنا عملنا السور وفقا للاتفاق اللي بيننا وبين وزارة البيئة. تمام. وده السور اللي بيقولوا عليه مش قانوني حضرتك يعني، والاتفاق معايا، وممكن ابعته لك حضرتك، ابعتك الاتفاق ده وموجود، معرفش الاستاذ بيتر عرض ولا لا. احنا يعني هو استاذ بيتر عرض برضو كل ما يؤكد انه احنا لو اتحدثنا ويعني وضعنا جانبا الكلام بالنسبه للكنيسه والتصريح والقرار الاخير البيان الاخير لما كانت الازمه في اوجها يعني وفي اشتعالها، انه الكنيسه قالت انه الدير ده مش تابع للكنيسه بشكل رسمي، وانه الرهبان في عليهم علامات استفهام، فاحنا بنحط ده على جنب. لا، اولا الدير هقول لك، لا الدير تابع للكاتدرائيه، وما ينفعش ان احنا نقدر نطيح بالدير، لانه ده مهما كان ده مكان عباده. نعم. واحنا كل اهتمامنا بكيان الدير بغض النظر عن الرهبان، الرهبان النهارده موجودين، بكره رهبان تانيين هيكونوا موجودين، لكن احنا عندنا دير وليه كيان وليه تاريخ. ما ينفعش ان احنا نهدر هذا التاريخ ولا نبيع الدير ولا نسلم الدير للدوله. ما انا بقول لحضرتك احنا اللي انا فاكراه، انا بحاول ادور حتى على البيان وحضرتك معايا دلوقتي، اللي هو البيان اللي كان البيان الرسمي، فاحنا المفترض انه في اطار هذا البيان الرسمي احنا انتهت يعني القصه اللي ليها علاقه بالكنيسه دلوقتي، الكنيسه اوضحت موقفها بشان هذا الدير الكنيسه غيرت موقفها يا دكتور، معلش الكنيسه غيرت موقفها. طيب انا يعني ما كانش كده بناء على الجواب اللي احنا تم عرضه اللي هو كان يعني يمكن من شويه عرضناه، انه حضرتك بتاريخ 6/12 اول ما كان قداسه بعد ما قداسه البابا تودروس جه على طول، ده كان قال ان الدير دير اثري ومين المفوض اوكي خلاص احنا دي فبناء عليها عايز تقول حضرتك انه طب ما انا دلوقتي بص استاذ دكتور ايهاب هديلك دليل تاني قوي. ايه تاني؟ طيب اتفضل. بقى مهمه جدا. اتفضل. انا معايا توكيل من قداسه البابا. نعم. باعتباره رئيس الدير
الرئيس الاعلى للجيل معاه توكيل قضائي صادر من قضاه البابا باعتباره انه هو رئيس الاعلى للدير الانبا مكانس السكندري. وده توكيل رسمي كنت انا عشان كنت محامي الدير في الوقت ساعه مشكله السور وما قبل السور. فكنت فاحتجت الى توكيل فالبابا عمل لي توكيل بابا طوادروس عمل لي توكيل بصفته ان هو رئيس الاعلى للدير. طيب ده النهارده طيب كل الرهبان اللي معاها بطايق دي طالعه من الدير واخد جوابات من الكاتدرائيه ما هو بص بتقول ان هم رهبان في الدير. طيب انا ده اللي انا بحاول اقوله مع حضرتك دلوقتي انه ده الكلام ان احنا كده بنعيد كلام لان الاستاذ بيتر قال نفس الكلام. فاحنا هنا من خلال كلام حضرتك وكلام استاذ بيتر وبالمستندات دي كلها هذا الدير دير اثري اعترفت بيه وزارة الآثار، اعترفت بيه لجان من قوات مسلحة أو لجان من يعني زي ما ذكر الأستاذ بيتر وهو مازال معانا، والكلام ده كله بقى. أنا بقى عايزة أفهم النهاردة إزاي نحل الأزمة دي؟ أيوه، يعني اعتبر إن كده أنا ما بيني وما بين الدولة وإنه الموضوع هنا ليه الدولة بالرغم من إن دي يعني مؤسسات تابعة للدولة اعترفت بهذا الدير هي اللي كتبت المساحة هي اللي قالت ان في اثار ايه وايه وايه وكل ده ليه عايزين يعملوا الطريق في وسط هذا الدير وليه ما كانش فيه يعني انهم اخذوا بالاعتبار الاقتراحات للاماكن للطريق الاخر الاخر اللي يمر به هذا الطريق يعني في اقتراحات اقول لحضرتك حاجة بمنتهى الصراحة كده الدولة مستقطرة هذه الاراضي او هذه الافدنة نعم. على الدير نعم وقالت لك كده ما فيش حاجه اسمها دير في مصر يبقى عنده كميه هذه الاراضي هذه المساحه الكبيره وقالت لك لازم المساحه دي لابد انها ايه يتم استقصاء جزء منها والدوله توضع ايديها عليه. طب يتم الاستقصاء جزء منها ازاي؟ بالطريق. نعم هنقسم الدير وانتوا تاخدوا الجانب الغربي والدوله تاخد الجانب الشرقي ونقسم نعمل نقسم الدير بالطريق وكده يبقى كده احنا حجمنا الدير وكده يبقى كده كل يعني الافدنه دي كلها ما ينفعش ان احنا نسيب دير تحت ايده كل هذه الافدنه. والحل الوحيد علشان نحد من مساحه الدير هو الطريق. وبالتالي الدوله مصره على انشاء الطريق في منتصف الدير او يا ريت يكون في منتصف الدير الى يعني اقل يعني ازيد من منتصف الدير على اساس انه تقدر ان هي تسيطر على باقي المساحه وايه وما تسيبش المساحه دي كلها للدير. بس هو ده الهدف مش هدف تاني. تمام واللي يقول لك غير كده يبقى بنضحك على نفسنا. الدوله قالت لك ما فيش دير موجود عند الابدنه دي كلها. طيب احنا المشكله اللي بيننا وبين الدوله يعني عندنا بدائل وعرضنا البدائل وعرضنا البدائل على كل القائمين على اصحاب ومن الواضح انه لم يتم الموافقه على البدائل يعني انتوا عرضتوها على كل المسؤولين. هل المسؤولين دول اتغيروا؟ هل محتاجين تعرضوا البدائل دي على المسؤولين الحاليين؟ هل محتاجين تقابلوا مثلا رئيس الوزراء؟ يعني ايه اللي ممكن يحل الازمه بحيث ان احنا يعني ما نقعدش كل شويه نلاقي ان في تصاعد لازمه الدير مره ثانيه؟ احنا عندنا ازمتين، ازمه الدير في حد ذاته مع الدوله وازمه الكهنوت. لكن احنا لو كنا بنصدد ازمه الدير مع الدوله لابد ان الدوله تنشئ لجنه واللجنه دي يتم التفاوض فيها مع الرهبان المقيمين في الدير هم اصحاب المشكله. ما نجيبش لجنه من بره ولا نجيب ناس تتفاوض من الخارج. اصحاب المشكله وبرضه يكون جزء منها مع الناس العلمانيين الفنيين الفاهمين في الطرق والكباري واللي فاهمين في القانون في اوشق القانوني ويبقى اللجنه دي تقعد مع اللجنه دي وينتهوا الى امر والدوله تقول رايها بصراحه. طب اعتقد يعني هو دلوقتي اللي اتقال يا دكتور ايهاب ان المهندس ابراهيم محلب هو اللي ماسك الموضوع ده. يعني انا يعني امين خلاص يعني اتمنى ان حضرتك ولو في لجنه تانية والاستاذ بيتر برضو الكل من هم مقتنعين بهذه القناعه وعايزين يحلوا وعايزين الصالح لمصلحه برضو ان ده مكان اثري
انه يتواصلوا مع المهندس ابراهيم محلب، وخصوصا ان احنا دلوقتي الازمه الاخيره، ان لما المعدات راحت دلوقتي واتقال ان الرهبان حرقوها او اعتدوا عليها، انا برضو بقول بيقال، انا يعني مش عندي معلومه مؤكده عن الموضوع ده، ولكن الوضع الحالي دلوقتي كمان ان ابونا بولس لما اتقبض عليه واتقال ان هو مطلوب في قضايا اخرى، دي برضو ازمه تاني. يعني لو ما كانتش دي نقطه جينا واقفه بقى عشان نوضحها. اتفضل. ابونا بولس لما اتقبض علينا طبعا شغل امن بيتقبض عليه الفجر ومفيش اذن بالقبض لان مفيش دليل في الموضوع، هم طبعا الصقوا الاتهام بتاع الحرق ده لابونا بولس وبيقولوا ان الراهب عليه احكام. لا يا فندم، لازم نعرف بقى نقطه مهمه جدا بقى. الراهب عليه حكم في جنايه دي كده. هو بيقول لك يا استاذ دكتور ايهاب انه، والخبر ده اعتقد من دوت مصر مصدر امني بمديريه امن الفيوم، الراهب بولس الرياني واسمه الحقيقي ماهر عزيز حنا من الاساس من رهبان دير الانبا مكاري السكندري، سلم نفسه، الخبر بيقول كده، لمباحث مركز يوسف الصديق وتبين صدور احكام ضده في 9 قضايا بينها جنايه تبلغ جمله الاحكام 30 سنه بينها تهم مقاومه السلطات والتعدي على اراضي املاك الدوله والتي ادخلها في حيازته. طيب يعني الخبر ده يريد زمايلي بس يقولوا لي جاي منين، عشان انا انا معاصر كل ده وعندي بيانات كل ده. اول حاجه هم عملوا ازاي ايام بقى لما طلع العواصين وقال لك ان الاديوه فيها اسلحه وكلام من ده، ده كانت قبل الثوره، فعلشان ده ياكدوا الاديوه فيها اسلحه وعاملين للرهبان دول، الرهبان دول قبل الثوره عاملين لهم مقاومه جنايه مقاومه السلطات وفيها اكثر من 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 حوالي 10 رهبان جناية مقام السلطات واستخدام السلاح الآلي وإطلاق أسلحة نيران على مين يا فندم؟ على الأمن وعلى موظفين وزارة البيئة، وعمل لهم قضية كده في الخفاء واخد بال حضرتك، وأخذوا عليهم أحكام بالمؤبد بال 25 سنة. طب وعملتوا إيه في الأحكام دي ساعتها يا دكتور إيهاب؟ أنت حضرتك كنت إحنا اتفوجئنا، أنا دخلت في الموضوع ده بعد الثورة، فوجئنا إن هم عاملين محاضر زي كده وهمية واخدين احكام مؤبدات على رهبان. طب ما دي غيابي، فحضرتك عملت مثلا لا ما عملتش استئناف، ما عملتش حاجه على الاحكام دي، لانه زي ما حضرتك بتقول هي كانت في الدرج ودلوقتي طلعت علشان هو دلوقتي متهم بان هو اللي حرق اللودر. فمين اللي عمل المحاضر دي؟ مين اللي عمل المحاضر دي؟ الامن هو اللي عمل من المحاضر وقتها. دي عملها ده كان سنه كام؟ مبارك من فتره ايام مبارك في 2010 2009 في ايام مبارك لما كان فكره الاسلحه في الاديوه اللي هي كان العوا متبنيها عشان يثبتوا الموضوع ده. طيب. وعاملين للرهبان ان هم ايه طلعوا بالاسلحه الاليه والرشاشات الرهبان طيب. مش راهب واحد، فاحنا فما انا بقول لحضرتك يعني الرهبان. شوف الاوضاع وصلت لغايه ايه دلوقتي، يعني وصلت لغايه ان احنا دلوقتي الحاجات اللي كانت متشاله هي بدات تطلع، ودلوقتي اعتقد ابونا، هل معلومات حضرتك انه كده مسجون مش كده؟ ابونا دلوقتي في السجن يا دكتوره. نعم. في نقطه هم دلوقتي بيقول لك عليه احكام علشان يهينوا لما حدش طبعا يتفاعل مع الكهنوت، فبيقول لك ده عليه احكام. احكام مين؟ مين اللي عمل الاحكام دي؟ مين عمل قرارات البناء بدون ترخيص والازاله واحكام المؤبدات دي؟ الامن اللي عملها. طيب. يعني في اكتر من شق يا دكتور ايهاب دخلوا في الموضوع، انا بس عشان الوقت انا بستاذنكم، يعني عندنا اكتر من شق دخلوا في الموضوع، فبرضه لو تعقيب سريع من استاذ بيتر وتعقيب سريع من حضرتك، ومن الواضح ان احنا الموضوع ده الازمه مش هتتحل بمكالمه النهارده، ولكن من الواضح ان احنا محتاجين يعني مجهودات اكتر. استاذ بيتر تعقيب على الكلام ده، وحضرتك برضه الامر دلوقتي هل الحل او انه الحل اعتقد في انه يكون في لجنه تروح للمهندس ابراهيم محلب وتحاولوا تحلوا الامر بكل الاوراق دي دكتوره ما احنا عندنا مشكله في طريقه التعامل مع الموقف، هم رهبان ولا مش رهبان؟ لا في 5 هم الان ببرام بيحاول يطور من دول 15 20 راهب، لا هم تقريبا 150 راهب بينات موجودين، منهم 55 راهب مكتوب لهم بطايق عن طريق ابونا نجيب سكرتير قضيه الباب، عارف المعلومات دي كلها، انهم دول 70 جنيه. فدي نقطه. النقطه الثانيه بسرعه عشان وقتك، هم قلنا من السنه فاتت ان الدير ده مش تبعنا، اوكي؟ اللي خلى الانبا برام عن طريق 2 وهم قايلين بعض لسانهم، ابونا بابا معايا الدكتور ايهاب على فكره يعرف ابونا بابا ده،
لان هو كان زعيم حركه مقاومه السلطات زمان قبل ما الانبا ارميه قبل ما واحد من ضمن الناس المصلحين المتبنيين الانبا ارميه اللي دخلوا لان ما يقدرش يدخل البير اللي دي فيه برضه اشكاليه عارفها الدكتور ايهاب. الابونا بيقول ازاي قاعد في اخر الدنيا هو خالص بعيد عن سور الدير خالص ما حدش يقدر يوصل له غير بمعرفه اثنين الرهبان اللي هم شافوهم ابونا بابا وابونا مبتوس. المشكله الحقيقيه احنا ما بنتكلمش على دير لانه يعني ده المكان بتاع رب العباد بيدافع عنه بطريقه او باخرى. ما بنتكلمش على راهب لو هو على حق ده اكليل وصليبي مش على حق بياخد عقابه. المشكله انه على القنوات على 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 اعداد كثيره جدا وسط ادمانات خدمه كتير جدا وقدام كان حتى كان بيقارنوا بين موقف البابا لما اعتكف عشان واحده كانت غلطانه بس مش عايزها تبقى في التاريخ المسيحيه وبين ان احنا ظلمنا وابطالنا بنقول يا 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 جيش يا شرطه يا بلد اللي عندكم اعملوا فيهم اللي انتم عايزين تعملوه. ابونا بولس معمول عليه ضرب نار. اللي عايز اقول لك الوضع هناك العرب اللي حوالين الدير لو عايزين يعني يلتهم الرهبان دي في نص ساعه ابونا ابونا معمول القضايا اللي كانت عليه مخالفات بولا هو استاذ بيتر. يعني انا برضو زي ما بقول يبقى واضح ان الشق الثاني برضو في الازمه انه لازم تواصل مع الكنيسه وخصوصا مثلا هو احنا عارضين كنا من شويه ب 25/10/2014 القرار اللي كان فيه اسناد الانبا ابرام والانبا مكاريس والانبا ارميا للاشراف على هذه المنطقه واعفاء الراهب القس إليشع المقاري من مسؤولياته في هذه المنطقه. الموضوع واضح متشعب. حضرتك ان هم مستغلين انت عارف ان حضرتك مستغلين عدم وجود ابونا إليشع وجود الفعل في المانيا وقايلين على لسانه ان هو وقع على شق الدير. يعني ابونا مرتضى ابونا بابا ما يعني ما هي الوضع يعني معقد ومتداخل جدا يعني استاذ بيتر واعتقد الدكتور ايهاب برضو. فانا يعني برجو من حضراتكم انا كنت برضو زي ما قلت لحضراتكم كنت عايزه معايا الاستاذ عماد خليل علشان انه كان اتقال ان مصدر كنسي ده خبر نزله في مصر اليوم قال ان ازمه الدير المعروف بالدير المنحوت انتهت. ده الكلام اللي كاتبه عماد خليل في مصر اليوم من يومين بالضبط يعني من يومين انها انتهت بموافقه نعم هو هنا مستشهد ما هو بيقول اهو انا عشان كده بقول لحضرتك احنا حاولنا الاتصال بيه للاسف ما تمكناش. هو بيقول ان الازمه انت ما هي اهي انتهت بموافقه الرهبان على شق الطريق واعلاء المصلحه الوطنيه لافتا ان الجهات المسؤوله اكدت انها لن تقوم بهدم السور والشروع في شق الطريق الا بعد الموافقه التامه من الرهبان. وهو بيقول كده برضو ان هو حضرتك بس عشان الاشكاليه بس حضرتك عشان بس تخلي ليه ان هو هذا مرتين هو الصوت مش واضح يا استاذ بيتر. انا برضو بص استاذ بيتر انا عشان استاذ بيتر انا بستأذن معلش الصوت مش واضح مع حضرتك وانا بشكر حضرتك جدا بشكر دكتور ايهاب جدا. انا كل الفكره بس ان عشان الصوره تبقى كامله فاستشهدت بالخبر اللي نازل من كام يوم. هو كاتب انه كان في يعني الاستاذ عماد بيقول ان الانبا ارميا طبعا كان برضو من خلال اذا كانت تصريحات او من خلال اللقاء اللي كان تم ما بينه وما بين المهندس ابراهيم محلب فبيقول ان هو برضو اكد انه رجل الاعمال ورجل الاعمال عدلي ايوب ان هم اتفقوا مع الرهبان على ضروره الموافقه على الدير لانه لا يوجد بديل سوى شق الدير. ده الكلام انا برضو عشان ابقى عرضت الازمه على بعضها ويبقى الدنيا كلها من جميع الاطراف. الحاجه الثانيه ان هو بيقول برضو ان صرح الراهب تينيون الرياني ان الاتفاق الاخير اللي رعاه الانبا ارميا لم يوافق عليه الرهبان مشيرا ان هناك اكثر من 70 راهب رفضوا العرض وليس اربعه رهبان. واردف انهم فوجئوا في الساعه 12 من منتصف الليل بالمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم ومدير امن الفيوم واكثر من 50 سياره شرطه على ابواب الدير والمحافظ قال لهم جيت عشان اشرب شاي معاكم ولكن الراهب بولس الرياني المقاري عفوا رفض الاستماع وقال ان هناك طريق بديل للطريق الاقليمي الدولي وانه المحافظ مشي وساب العمال ترك العمال لودر خاص بهدم السور الرهبان اشعلوا فيه الدير. ده الكلام اللي برضو بيقوله عماد خليل في المصري اليوم. اذا احنا عندنا في لودر اتحرق عندنا المشكله ما زالت قائمه عندنا كلام من داخل هذا الخبر انه في بيقول ان الرهبان متفقين الخبر الثاني اللي بيقول لا من عن طريق اهو تينيون الرياني بيقول لا 70 راهب فبالتالي يا جماعه طبعا يعني انا
الوقت معلش كان مهم ان احنا ناخد كل الوقت ده في المشكله دي، ولكن مش احنا اللي هنقدر نحل. لكن انا بتمنى ان كل الاطراف تتوحد معا، كل الاطراف اللي شايفه ومعاها كل الاوراق دي زي الاستاذ بيتر ودكتور ايهاب، واكيد في ناس تانية، في ناس بعتولي برضو متضايقين قوي من ان راهب يتقبض عليه وبهذه الطريقه ويلقى في السجن ويتهم بكل هذه الاتهامات، ان الحكايه كده كبرت قوي. نفسنا قوي انه يعني يكون في حكماء بقى يتدخلوا في هذا الامر عشان الموضوع يخلص. يعني انا يعني ما عنديش كلام في هذا الشأن غير هذا الكلام. وبسرعة كده في الكام دقيقة اللي فضلنا احاول برضو اقول لحضراتكم لو انا عندي حتى عناوين كده سريعة للاحداث اللي كنا مجهزين برضو حاجات كتير قوي. طبعا الرئيس السيسي كان شارك في المناورة بالنسبة للمناورة البحرية، ودي برضو كانت من الحاجات المهمة في الفترة اللي فاتت. عندنا برضو كمان في بعض الأمور الخاصة زي ما قلت لكم بالنسبة للشأن. عايزة برضو أقول لحضراتكم على الحادث الإرهابي اللي حصل من يعني اللي حصل امبارح أو أول امبارح، اللي هو أنه تم الاعتداء بقذيفة هاون على يعني على مكان مستودع للذخيرة، وهذا المستودع كان أدى هذا يعني هذا الاستهداف لقتل استشهاد 5 جنود وإصابة 10 آخرين. القوات الطائرات الأباتشي ردا على هذا الاعتداء قامت بقصف عدة مواقع لمجموعة من المتطرفين. وكان في برضو حادث إرهابي تاني استشهاد مجند في انفجار عبوة ناسفة كانت في الشيخ زويد بطريق القوات الشيخ جنوب الشيخ زويد أثناء اتجاه القوات لإجراء حملة مداهمات بالمنطقة. الضحية المجند عمره 22 سنة من محافظة البحيرة. ولكن برضو قوات الجيش التاني الميداني قاموا بقتل 3 عناصر إرهابية بقطاع رفح منطقة المنيعي، ودي كلها برضو يعني في إطار مجهودات القوات المسلحة. برضو الشرطة كان ليها مجهودات في الفترة اللي فاتت. القوات المسلحة كمان وصلت جهودها في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي، نجحت في القضاء على عدد 3 فرد من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة. كل ده برضو كان مجهودات للقوات المسلحة. أما عن نشاط الشرطة، الشرطة قبضت على خليجيين. خليجيين دول كانوا بيحاولوا تهريب أكبر كمية حشيش في تاريخ مطار القاهرة، والضبطية تكفي لإغراق البلاد 3 أشهر بكمية الحشيش. والتحريات كشفت المتهمان يعملان لصالح مافيا دولية، ووزير المالية يشكر رجال الجمرك على هذا الأمر. أنا برضو مش عايزة أنسى، والمفروض تفكروني كده يعني زمايلي، بالنسبة للانتخابات الأمريكية، لأن ده اللي زي ما اتفقنا مع حضراتكم إن دي من الحاجات المهمة جدا اللي اتكلمنا إن إحنا هنتكلم فيها. احنا برضو كان عندنا الموضوع الاتفاقات الاتفاقية السورية ما زالت بالنسبة للمفاوضات جنيف، ويعني كان بيتحدثوا عن انه يعني في امور، في تفاؤل، في امور مبشرة. الوفد الحكومة قال انهم قعدوا مع ديم ستورا وكانت جلسة مبشرة بالخير. نفس الحكاية وفد المعارضة، بس وفد المعارضة برضو نفس ما زي ما هو مش عايز الاسد يبقى في الصورة، ولكن هنشوف الاتفاقيات دي هترسي على ايه. عندنا برضو في العراق مشاكل بسبب ان الصدر كان مقتدى الصدر عايز الناس تعتصم عشان المطالب بتاعتهم، ومعترضين الشرطة على الاعتصام. في برضو اللاجئين، قرارات مع أوروبا مع تركيا، ده قرار مهم جدا بس الوقت مش هيسعفنا ان احنا نتكلم عن تفاصيله، ولكن انه دلوقتي تركيا هتاخد 6 مليارات يورو عشان ازمه اللاجئين، وانه في تبادل، وان هو الاتراك اللي راحوا لهم او اللي دخلوا اليونان بشكل غير رسمي رجعوهم تاني تركيا، وبناء وناس تاني من اليونان من السوريين يرجعوا عفوا تركيا تودي سوريين من عندها لليونان او اوروبا. فالحكايه كده فيها شويه اتفاقيات. خلينا برضو زي ما قلت لحضراتكم لغايه دلوقتي بالنسبه للانتخابات الامريكيه وبكل اللي حصل في الايام اللي فاتت، كان دونالد ترامب فاز في 4 ولايات من الولايات الخمسه، عفوا 3 ولايات من الولايات الكبيره اللي كانت في الفتره اللي فاتت، وكان جون كاسك كان فاز في واحده منهم. ومارك روبيو ده برضو من الأخبار المهمة جدا إنه هو انسحب بعد هزيمته في فلوريدا. على الجانب الآخر هيلاري كلينتون كانت فازت بكل الولايات الأربعة، ولسه بكرة برضو هيكون في ولايات أخرى هيكملوا فيها.
ومن الواضح كده انه احنا منتظرين دلوقتي برضو تيد كروز لسه مازال كان برضو المتوقع ان ممكن تيد كروز ينسحب، ولكن يعني من الواضح ان احنا عندنا دلوقتي الصورة يعني الى حد كبير جدا جدا ان احنا عندنا دونالد ترامب هيكون مرشح الجمهوريين، هيلاري كلينتون مرشحة الديمقراطيين، وكان في مواقف حرجة تعرض ليها دونالد ترامب، كان في خناقة حصلت في واحدة من الرالي او واحدة من الحملات الانتخابية، في برضو على الجانب الاخر دي الاحتجاجات دي هي دي الاحتجاجات اللي حصلت على دونالد ترامب استغلتها هيلاري كلينتون، في كمان ناس عاملين دمية كده لدونالد ترامب وكانوا يعني قاعدين يضربوا فيها في الشارع، في برضو بيقولوا لحظة أخرى من حملة انتخابية حولت إلى صورة لا متناهية، قام النسر بنقل دونالد ترامب أو بيرني ساندر عندما رقص في طريقه إلى إيلين. يعني هي دي على فكرة إيه، دي حاجات كده عارفين الجي آي أف دي اللي هي الحاجات المتحركة دي بشكل سريع، يعني ايه بيحاولوا برضو دي كوميديا بتيجي على جانب على هامش الانتخابات. الولايات زي ما قلت لحضراتكم إلينوي، فلوريدا، أوهايو، كارولينا الشمالية وميزوري، واللي أنا قلته لحضراتكم ده بأنه كده دونالد ترامب هو اللي حقق الفوز الكبير، هيلاري كلينتون حققت أيضا الفوز، ساندرز لم يشكل تهديد وتركيزي ينصب على المرجح الجمهوري. ده بالنسبة للتصريحات هيلاري كلينتون. هنتابع معاكم الفترة اللي جاية مستمرين، أرجوكم ما تنسوش دعم أسر أو خدمة الراعي وأم النور عن طريق دعم أسرة بأنك أنت تتولى أسرة ب$50 بشكل شهري. بشكركم مشاهدينا، أتمنى ألقاكم على خير الأسبوع القادم وما وراء الأحداث. إلى اللقاء.